بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. النهاردة حلقة خاصة جدا لتغطية ومتابعة أخبار بعثة النادي الأهلي في الكاميرون. زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلتوا أو زي ما شفتوا امبارح من خلال قناة النادي الأهلي، النهاردة كان السفر إلى الكاميرون من جنوب إفريقيا، وإن شاء الله المباراة يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة، مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، مباراة اللي هتقام في مدينة جروة الكاميرونية ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات. أكيد الساعات اللي هتفصلنا عن هذه المباراة لن نفعل شيء إلا شيء واحد فقط، وهو الدعم والمؤازرة لهذا الفريق، الدعم والمؤازرة للنادي الأهلي سواء لاعبين أو جهاز فني. لن نفعل شيء إلا دعمهم وتحفيزهم ومساندتهم إن شاء الله للفوز في مباراة يوم الجمعة القادمة. هتقول لي يا عم إسلام دي مباراة سهلة، ده القطن الكاميروني ده يعني اتغلب من كل الفرق جوه وبره، فمباراة سهلة. أولا مثل هذه أنا بتكلم من الناحية الفنية، يعني مثل هذه المباريات بتكون صعبة جدا 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 على الجانب الأقوى مهما كان، أو الجانب الأقوى فنيا، يعني اللي هو هنا النادي الأهلي. النادي الأهلي أقوى فنيا بكتير من القطن الكاميروني، ولكن لما حضرتك تلعب مع حد بيلعب بشكل أقل منك كتير فنيا بتبقى الأمور صعبة، بتبقى الأمور فيها كلام كتير جدا جدا جدا، خصوصا لما تكون هذه المواجهة هتودي لك او يعني هترجع لك جزء ولو بسيط، جزء ولو بسيط من كرامتك، من هيبتك في القاره الافريقيه. لانه طبعا هيبه الاهلي محفوظه وكرامه النادي الاهلي محفوظه، ولكن انا بتكلم هنا عن اللاعبين اللي لعبوا واتغلبوا في مباراه صعبه جدا جدا ونتيجه كبيره جدا في مباراه سان داونز. فبالتالي الكل ينتظر هذه المباراه، ايه اللي هتعملوه كلاعبين؟ زعلانين منكم خلال الفترة اللي فاتت، جمهور النادي الأهلي زعلان منكم خلال الفترة اللي فاتت، ولكن ويمكن أنا قلت ده امبارح إن المساندة واجبة والمساندة أصبحت موجودة والدعم كبير جدا جدا من جمهور الأهلي لحضراتكم، لكل اللاعبين والجهاز الفني، بنقول لكم إحنا في ظهركم، إحنا هنفضل واقفين معاكم، لن محدش هيغرق المركب وهي في وسط البحر. الكلام ده انا بقالي اسبوع بقوله، محدش هيغرق المركب وهي في وسط البحر، ومحدش هيقدر يغرق المركب بالمناسبه، وسط البحر اخر البحر اول البحر، محدش هيقدر يغرق مركب النادي الاهلي، لانه عندنا 70 80 مليون اهلاوي يشيلوا المركب دي على كتافهم ويشيلوا اسم النادي الاهلي على كتافهم. واحنا ليه دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم بفخر وبثقه كبيره جدا؟ لان حضرتك لمجرد ان انت بتنتمي للنادي الاهلي، وده كلام للاعبين بالمناسبه، يعني لمجرد ان انت بتنتمي للنادي الاهلي انت في 70 80 مليون واحد بيحبوك لله في لله كده. هو ده النادي الاهلي. هو ليه النادي الاهلي الرعاه بيجروا على النادي الاهلي؟ الرعاه بيجروا على النادي الاهلي بسبب الجماهيريه الكبيره جدا للنادي الاهلي في كل مكان في العالم، او في افريقيا والشرق الأوسط وبعد كده العالم. فاللي بقوله لحضراتكم إنه هيظل دائما النادي الأهلي وهيظل تاريخ النادي الأهلي، مفيش حاجة هتحصل، محدش هيقدر يهز النادي الأهلي. والكلام برضو ده أنا بقوله خلال هذا الأسبوع بالكامل، لأنه عمرنا ما هننسى اللي حصل، وفي نفس الوقت يا جبل ما يهزك ريح، عمرنا ما هننسى اللي حصل، ولكن في نفس الوقت يا جبل ما يهزك ريح، ريح أو عاصفة قوية جدا، ولكن يظل جبل النادي الأهلي شامخ وواقف وسط العواصف الكبيرة بجمهوره ومجلس إدارته ولاعبيه وجهازه الفني. ومرة أخرى ومرة يمكن الكلمة دي أنا بكررها الأربع أيام اللي فاتوا من يوم الأحد لغاية النهاردة، صدقوني اللي بقوله لحضراتكم ده يعني كلام مهم جدا، اللي إنه سيكون هناك عقاب للمقصر خلال الفترة اللي فاتت، سواء كسب النادي الأهلي وصعد إلى الدور اللي بعد كده، أو لا قدر الله خسر النادي الأهلي ولم يصعد للدور اللي بعد كده.
الموضوع ده لن ننسى ما حدث، لا جمهور ولا إدارة ولا جهاز فني ولا لاعبين، عمرنا ما هننسى. لأن اللي حصل لما تفضل يعني لما حد يعمل فيك حاجة مش كويسة وعمرك ما حصلت، عمرها ما حصلت معاك في تاريخك إلا قليل جدا، بتفضل موجودة، ولكن بعدها بتبني لما هو قادم، بعدها بتبني لما هو أفضل، بعدها بتبني لما هو قادم من بطولات كثيرة ومواجهات صعبة تخلينا نقدر نكسب كل اللي جاي. فاللي بقوله لحضراتكم أنا هنا ومن عندي ومن خلال برنامج البيت الكبير، أنا بأطالب الجميع، بأطالب الجميع، كل الناس اللي هي محبين النادي الأهلي في كل مكان، أنا بطالب حضراتكم بالهدوء من النهاردة ليوم الجمعة، من النهاردة ليوم الجمعة عايزين مساندة ودعم زي اللي بيحصل. من امبارح أنا وجدت هناك بعض الانتقادات وده طبيعي، ولكن إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية هتلاقي الأمر مختلف تماما، لأن الفريق أمام تحدي قوي جدا جدا في هذه البطولة. اللاعبين حاسين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والبعثة أنا آسف، اللاعبين حاسين باللي بيحصل وشايفين إنه يوم الجمعة سيكون حاجة بسيطة جدا جدا بيقدموها لجمهور النادي الأهلي. أتمنى إن ده يحصل على الملعب، ما يبقاش بالكلام فقط وخلاص. وصول بعثة النادي الأهلي إلى الكاميرون، خلينا نشوف وصول بعثة النادي الأهلي إلى الكاميرون في المطار، وده طبعا أعتقد ده منذ قليل يا شباب. ها تمام، وطبعا الفيديو من على الموقع الرسمي للنادي الأهلي ووصول بعثة النادي الأهلي إلى الكاميرون. مرة تانية بإذن الله مباراة سان داونز والهلال السوداني تكون طبيعية، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. احنا طبعا نتمنى فوز نادي السان داونز على نادي الهلال، ولكن لكل حدث حديث، لأن النتيجة الطبيعية هي من المفترض ان احنا ننتظر ماذا سيحدث يوم الحد القادم. بإذن الله احنا كمان نقدر نفوز يوم الجمعة ويكون عندنا القدرة على الفوز على القطن الكاميروني. القطن الكاميروني برضو لازم أقول إن القطن الكاميروني فتح الاستاد للجماهير بالمجان، وعايز أقول لحضراتكم إن هم رصدين مكافآت كبيرة للفوز على النادي الأهلي. عايز أقول لحضراتكم إن إدارة نادي القطن الكاميروني قبل مباراة الأهلي قالت للمدير الفني لنادي القطن الكاميروني إن أنت لو اتغلبت هذه المباراة أو اتعادلت هذه المباراة هتبقى بره الفرقة، اللي ملوش أمل في أي حاجة. ما عنديش مشكلة طبعا، لأنه النادي الأهلي دائما ما بيلعب في مثل هذه الظروف. هو نادي القطن الكاميروني عنده على رأي جوزيه ما كان بيعملها صفر من النقاط، صفر من النقاط، لكن أوكي كله دلوقتي بيقول الاستاد مجانا وهنعمل لكم حفله لجمهور الكاميرون، وراحوا هددوا المدرب، الاداره هددت المدرب وقالت له همشيك لو اتغلبت او اتعادلت، وهيعملوا مكافآت كبيره جدا للاعبين. لكن انا بوري حضرتك قد ايه ان النادي الاهلي مهما كانت الظروف وما كانت الامور يظل كبيرا، والكل عايز يعني المكافاه بتاعتهم من هذه المجموعه ان هم عايزين يكسبوا النادي الاهلي. لكن احنا طول ما الامل موجود احنا متمسكين بيه، وهي دي شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي بيكون قادر على العوده رغم صعوبه موقفه، رغم صعوبه الموقف. عموما الله يكون في عون الجميع خلال هذه الفتره، ولكن التكاتف والوقفه اللي انا شايفها من امبارح من جمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه، اللي احنا دايما بنتعلم منه في مثل هذه المواقف الصعبه، كلها حاجات بتخلينا نبقى مبسوطين الحقيقه. وقد ايه بنمسك ايدينا في ايد بعض كلنا دلوقتي، اللي مختلف او اللي بينتقد او اي حاجه، الناس كلها انا شايفها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلاص الكل بيعمل حاجه واحده فقط، هي مسانده ودعم الفريق. عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن تمسك المارد الاحمر
بالأمل من أجل اعتلاء عرش القارة السمراء مرة أخرى. طيب، هي في الأول وفي الآخر مهما كانت هي مباراة لكرة القدم، 11 بيلعبوا قدام 11. كيف سيختار مارسيل كولر لاعبيه في هذه المباراة؟ كيف سيختار الفريق اللي هيبدأ بيه؟ وكيف سيختار تشكيله؟ دي حاجة تخصه، حاجة تخص مارسيل كولر فقط. ولكن في النهاية نتمنى، أنا شخصيا شايف إن في مثل هذه المباريات ما تفرقش مين ال 11 اللي هيلعبوا، لأن مثل هذه المباريات بتكون اعتذار أكتر منها أي شيء آخر. فبالتالي أي 11 هيلعبوا إن شاء الله، أنا متأكد يعني إن شاء الله تبقى ثقتنا على يعني على قد الحب اللي بنحبه لهؤلاء اللاعبين، والحب اللي بنحبه للجهاز الفني، والعشق اللي بنعشقه لشعار نادينا نادي الأهلي. عشان كده أنا بقول لحضراتكم مهم جدا إن إحنا نبقى في ظهر الفريق، مهم جدا إن إحنا نساند وندعم، مهم جدا جدا خلال هذه الأيام. النهاردة الأربع، بكرة الخميس، المباراة بعد بكرة إن شاء الله الساعة 6، هنفضل في ظهركم وهنفضل واقفين معاكم إن شاء الله. ربنا يكرمكم في هذه المباراة، وخلينا ننتظر إيه اللي هيحصل يوم السبت. مش بتاعتي ولا بتاعتك، هي في إيد سان داونز، ولا بتاعتي ولا بتاعت جمهور الأهلي ولا اللاعبين. اللاعبين هم اللي حطوا نفسهم في هذا الموقف. فعشان كده اعملوا أقصى مجهود من فضلكم في هذه المباراة، موتوا نفسكم. أي 11 يا رب يلعب ب11 ناشئ، ما عنديش مشكلة. يا رب يلعب بال11 اللي لعبوا الماتش اللي فاتوا، ما عنديش مشكلة، أنا ماليش علاقة. أنا كل اللي عايزه إن أنا أشوف النادي الأهلي بيكسب المباراة اللي جاية إن شاء الله. ربنا يكرم، ويستطيع كولر أن يضع التشكيل المناسب اللي شايفه من وجهة نظره هو يكسب هذه المباراة بالطريقة اللي هو شايف إن هو يقدر يستطيع أن يفوز بها في هذه المباراة. هيلعب إزاي؟ الطريقة الأقرب الحقيقة إنه يلعب 4-2-3-1، نفس الطريقة اللي دايما مارسيل كولر بيلعب قدام ريال مدريد بهذا الشكل، بيلعب قدام سان داونز بهذا الشكل، وبالتالي من المتوقع إنه هو هيلعب بنفس الشكل ده أمام نادي القطن الكاميروني، إلا لو فاجئنا بشيء، إلا لو فاجئنا بتغيير في طريقة اللعب، يلعب بثلاثي في وسط الملعب زي ما كان الكل بيطالب بهذا الأمر في المباراة السابقة أمام سان داونز. محدش عارف درجة الحرارة، احنا بعد قليل أو بعد شوية هيجي لنا زميلنا فاروق صلاح يقول لنا أخبار درجة الحرارة، أخبار الرطوبة، الدنيا هناك عاملة إزاي، لأن هم وصلوا بالسلامة زي ما حضراتكم شفتوا من خلال الفيديو اللي عرضناه لحضراتكم. وصل الفريق بالسلامة، هيروحوا على الأوتيل على طول، هيقعدوا هم قدامهم الخميس، يقعدوا الخميس يتمرنوا التمرين الرئيسية، ثم مباراة يوم الجمعة إن شاء الله تكون عودة البطل مرة أخرى من خلال هذه المباراة، عودة البطل. لأن الوقفة اللي هيوقفها لعيبة النادي الأهلي هتبان من خلال الملعب، مش هتبان من خلال كلام. أنا بسمع كلام كتير، وجمهور النادي الأهلي بيسمع كلام كتير، وإحنا بنتكلم كلام كتير جدا في هذا الأمر، ولكن كل اللي إحنا بنقوله وكل اللي إحنا بنعمله عايزين نشوفه إن شاء الله في الملعب، مش عايزينه يبقى كلام وخلاص. عموما مرة أخرى، وصول بعثة النادي الأهلي إلى الكاميرون إن شاء الله عشان مباراة، استعدادا طبعا لمباراة القطن الكاميروني يوم الجمعة الساعة 6. عموما خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هنرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. لما حد يجي يتكلم مع حضرتك ويقول لك طب هو مارسيل كولر هيلعب هذه المباراة، أو طريقة لعب مارسيل كولر في هذه المباراة هتبقى إزاي؟ يعني أنا بشوف إن الطريقة الأقرب لأنه يلعب بيها مارسيل كولر 4-2-3-1 بشكل مختلف، يكون فيه أكثر للناس تبقى ملتزمة أكثر من الناحية الدفاعية. معلش مرة تانية أنا بقولها وبحكيها، لأنه كذا حد بعت لي بيقول لي يعني هيلعب بنفس الطريقة. ما هو يا شباب، ما هي نفس الطريقة بتبقى واحدة، المدير الفني بيبقى عنده مدرسة بيحاول أن يطبقها من خلال المباريات، ولكن التزام بقى الدفاعي قد يكون أكتر شوية، الالتزام أو الناحية الهجومية تكون أكتر من المباراة السابقة. يعني برضو من الإيجابيات عن في مباراة سان داونز، هتقول لي هي فيها إيجابيات، أقول لك آه فيها إيجابيات، فيها أن أنت في ظل الحالة السيئة اللي أنت كنت بتمر بيها، إلا أن أنت عرفت تجيب حوالي أو هدفين في هذه المباراة، في مباراة سان داونز.
مباراه سان داونز مباراه كانت صعبه جدا 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 من الناحيه الدفاعيه، ولكن على الجانب الهجومي قدرت تروح. محمد شريف قدر مع الضغط اللي كان معمول الامامي قدرنا نجيب الهدف الاول، مع الضغط اللي عمله او مع المهاره الفرديه اللي عملها بيرسي تاو قدرت تجيب الهدف الثاني. وكان ممكن في اخر 10 دقائق كهربا لي واحده وبيرسي تاو لي واحده في العارضه، كان ممكن جدا النتيجه تتغير تماما. ولكن في النهايه لو بصيت للموضوع من الناحيه الايجابيه، لو حد عايز ياخد ناحية إيجابية في الموضوع، لازم تبقوا حضراتكم عارفين إن إحنا وصلنا في ظل هذه الحالة السيئة لمرمى سان داونز أكتر من مرة واثنين وثلاثة وأربعة، كلها فرص محققة وفرص كبيرة جدا جدا، ولكن الجانب الدفاعي يعني مش هنقدر نتكلم فيه مرة تانية لأنه كان صعب جدا 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 في هذه المباراة. ولما تيجي تتكلم عن الجانب الدفاعي، معلش إحنا النهاردة هنتكلم فني أكتر، لما تيجي تتكلم عن الجانب الدفاعي مش هقول ان الاربعه اللي ورا، مش هقدر اقول هذا الكلام، ولكن الجانب الدفاعي من اول محمد شريف الراس حربه لغايه محمد الشناوي حارس المرمى في المباراه السابقه، كل ال11 بيدافعوا، الشناوي طبعا حارس مرمى وال10 اللي قدامه كلهم بينزلوا تحت الكره وبيدافعوا، مفيش حاجه اسمها محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم كانوا وحشين فاحنا لا. الدفاع بشكل عام بيبدا من محمد شريف لغايه او من الراس حربه لغايه خط الدفاع، مفيش خط دفاع بيدافع لوحده، مفيش خط وسط بياخد الكره ويجري بيها لوحده، مفيش الكلام ده. حتى الناحيه الهجوميه ما هو علي معلول بيطلع وبيرفع الاوفر وشريف بيجيب جول. التعاون يجب ان يكون هناك دائما تعاون ما بين الثلاث خطوط سواء الناحيه الدفاعيه او وسط الملعب او الناحيه الهجوميه، عشان ما حدش بس يقول لك اصله انتوا عندكم، عندنا الدفاع داخل الفرقه في مشكله واضحه. واضحه في مباراه سان داونز، وواضحه في مباراه ريال مدريد، واضحه في مباراه فلامينجو، وواضحه في مباراه الداخليه. فان شاء الله ربنا يكرمنا، وان شاء الله اللعيبه اللي امام حضراتكم على الرغم من مهما نقول ومهما نعمل ستظل هذه المباراة عالقة في أذهاننا، ولكن إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية أنا نفسي، يعني أنا عندي أمل كبير جدا جدا في مباراة يوم الجمعة اللي جاية والسبت. ليه؟ معرفش، هل ممكن أحكي مع حضراتكم سيناريو تخيلي؟ سيناريو ممكن يحصل والأقرب إن هو ما يحصلش، هو الأقرب إن هو ما يحصلش، ولكن سيناريو تخيلي من واحد بيحب النادي الأهلي، إن إحنا ربنا يكرمنا يوم الجمعة ونقدر نكسب، والسبت تحصل النتيجة اللي إحنا عايزينها سواء بالفوز سان داونز أو التعادل مع الهلال، الجمعة اللي بعدها أو المباراة اللي بعدها أمام الهلال أقدر أكسب الهلال فرق اتنين وأصعد للدور اللي بعد كده، وتكون المباراة النهائية إذا أمكن ما بين النادي الاهلي وسان داونز. ده السيناريو التخيلي بتاعي. هتقول لي ليه وعشان ايه؟ ما اعرفش. انا لو لعيب، لو لعيب من الشباب اللي موجودين دول اللي امام حضراتكم، هبقى نفسي في السيناريو ده يحصل. هبقى بتمنى ان السيناريو ده يحصل، ان انا اكسب يوم الجمعه وبعدين اكسب الجمعه او المباراه اللي بعدها امام الهلال بفرق اتنين، والهلال يتغلب او يتعادل مع سان داونز، واطلع بقى دور ال 16 اكسب، واطلع دور الثمانيه اكسب، واطلع دور الاربعه اكسب، واصل للمباراه النهائيه الاقي في وشي سان داونز. انا شخصيا اتمنى لو انا لعيب، لو انا لعيب اتمنى ان انا اكون او ان السيناريو يحصل بهذا الشكل. سيناريو صعب، تخيل صعب، ولكن معرفش يعني هبقى بلعب المباراه دي النهائيه دي. لو حصل الكلام اللي انا بقوله ده كله، هبقى بصوا هبقى عندي غل رياضي غير طبيعي في هذه المباراه. لسه بدري على الكلام اللي انا بقوله يعني، وهو سيناريو صعب ان هو يتحقق، ولكن انا بتكلم مع حضراتكم كده دايما والله بمنتهى الاريحيه بدون اي تزويد او تزويق للكلام. ده اللي انا نفسي فيه لو كنت بلعب. عموما خلينا نروح للاخبار اللي عندنا النهارده، عندنا اخبار كتيره جدا، ولكن خلينا نبدا بالبرتغالي روي فيتوريا. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني
بيعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت ان شاء الله الساعه 2 ظهرا بمقر اتحاد كره القدم للاعلان عن تفاصيل معسكر مباراتي ملاوي المقرر لهما يوم 24 و 28 مارس الجاري في الجوله الثالثه والرابعه للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2024. ان شاء الله هذه البطوله ستقام بساحل العاج. يتحدث ايضا روي فيتوريا عن قائمه اللاعبين المختاره لمباراتي ملاوي والتي سيتم الاعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجاري. مين اللاعبين اللي هتروح من النادي الاهلي للمنتخب؟ اعتقد ان هياخد جزء، يعني ما تيجي تتكلم عن حراسه المرمى، تتكلم عن محمد الشناوي، لما تيجي تتكلم عن خط الدفاع تتكلم عن محمد عبد المنعم، ممكن يكون متواجد، او ممكن نتكلم عن ياسر ابراهيم ايضا، اعتقد في وسط الملعب حمدي فتحي، عمرو السوليه ممكن يبقى له دور، مروان عطيه هل ممكن يكون له دور خلال الفتره اللي جايه مع روي فيتوريا، ايضا حسين الشحات ممكن يكون له دور، كهربا ولا لا مش عارف، لكن لو جيت تبص كده هتلاقي ان معظم اللعيبه الحمد لله والشكر لله باستثناء الاسبوعين اللي فاتوا دول، لكن قبل كده الامور جيده جدا جدا جدا، فممكن تجد عدد مش اقل من 5 أو 6 موجودين مع المنتخب الوطني الاول ان شاء الله مع روي فيتوريا في التجمع القادم. من المنتخب الاول نروح بقى للمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي انا بقى لي كام يوم الحقيقه بتكلم دائما عن المنتخب الاولمبي اللي ابتدى معسكره النهارده. انا الحقيقه طالبت وما زلت بقى طالب وبنتظر تخصيص طائره خاصه للسفر الى زامبيا، واتمنى بشكل شخصي واتمنى بشكل عام ان ده يحصل، لانه شفنا الفتره اللي فاتت روجيرو ميكيلي وجهازه المعاون بيشتغلوا بيعملوا اجتماعات وبيتابعوا اللاعبين عشان الماتشين دول مش عشان حاجه تانية. مهم جدا جدا ان احنا نكسب هنا في القاهره بنتيجه مريحه، لانه انت بتلعب منتخب قوي جدا قبل ما نروح ماتش العوده في زامبيا، لانه هيبقى في الصيام كمان. منتخب مصر الاولمبي محتاج الدعم خلال الفتره اللي جايه، واحنا دايما اتعلمنا كده ان احنا دايما نبقى في ظهر منتخباتنا من منطلق دور النادي الاهلي ومسؤوليته وقناه النادي الاهلي ومسؤوليتها. احنا دايما بنبقى في ظهر كل المنتخبات الوطنيه، ورسالتي للعيبه ان هم لازم يمسكوا في الفرصه ولازم يقدموا نفسهم بشكل قوي للمنتخب الاول، لانه المنتخب اللي هيتاهل لهذه البطوله بيكون احسن فاترينا بيتم عرض فيها اي لاعب بيفكر في الاحتراف. عموما الحقيقه بعد ما حدث مع منتخب الناشئين ومنتخب الشباب 2003 و2006 انا كل امل في هذا المنتخب، كلنا الحقيقه مش انا لوحدي، كلنا امل ان احنا نشوف وننتظر ماذا سيحدث فيه او مع المنتخب الاولمبي. عشان كده انا الحقيقه دايما خلال هذه الفتره بقالي يومين او 3 أيام بطالب الدكتور اشرف صبحي ان شاء الله بان هو يتدخل ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه علشان يجيب طياره خاصه تاخد اللاعبين توصلهم الى زامبيا، لانه انت بتلاعب منتخب، لما جينا نستفسر عن منتخب زامبيا ونعرف مين مجموعه اللاعبين اللي فيه، عنده 7 أو 8 او ما بين 7 أو 9 لاعبين محترفين في بلاد جيده في دوريات جيده، فانت هتلاعب منتخب مش سهل، وبعدين معظمهم هيجي، لانه حضراتكم عارفين المنتخب الاولمبي دائما ما بيبقى خارج الاجنده، معظمهم هيجي لانه اللي ما بيلعبش في المنتخب الاول هيجي لانه احنا في اجنده دوليه، فالدنيا واقفه، العالم كله واقف الفترة اللي جاية دي، فعشان كده هتلاعب منتخب قوي لازم تكسبه بشكل مريح في هذه المباراة اللي هي يوم 22، وإن شاء الله ربنا يكرم في مباراة يوم 24 أو 26 أنا آسف اللي هتلعب إن شاء الله في زامبيا. فروجيرو ميكالي أو الجهاز الفني محتاج إن هو يكون بيسافر بطيارة خاصة علشان يقدر يوفر حتى لو يوم في ظل الصيام وفي ظل بداية الصيام، وحضراتكم عارفين التغيرات اللي بتحصل فسيولوجيا حتى في الشخص بعد أو بداية الصيام، أنت بتصوم من الفجر لغاية المغرب وبالتالي وقت طويل جدا، عادات النوم بتختلف،
التمرين بيبقى بالليل، ما ينفعش يبقى الصبح بشكل كبير، وبالتالي حاجات كتيرة جدا جدا بتتغير في رمضان. الراجل محتاج ان احنا نقف معاه، روجيرو ميكالي محتاج ان احنا نقف معاه خلال هذه الفترة. نتمنى يا رب ان منتخبنا الاولمبي يعني ان شاء الله يقدر يفوز على منتخب زامبيا ويستطيع ان يعود بشكل او باخر، او يستطيع ان يفوز بشكل او باخر في المباراتين ويصعد بعد كده للمباريات التاليه. عموما احنا زي ما قلت لحضراتكم احنا هننتظر لما زميلنا فاروق صلاح يوصل ان شاء الله لفندق الاقامه، فندق اقامه النادي الاهلي، وهيكون معانا برضو علشان يشرح لنا ايه اللي بيحصل في فندق الاقامه. خلينا نروح لفقرتنا الاخيره قبل ما نستقبل ضيوفنا، فقره صنع في الاهلي. فقره صنع في الاهلي، بطل او بطله او بطل فقرتنا النهارده كابتن عبد الهادي الجزار، نجم النادي الاهلي السابق لكره السله. بدأ مع النادي الأهلي في 1984 واعتزل سنة 1993. حصل على العديد من البطولات، أهمها منطقة 6 بطولات لمنطقة القاهرة و4 كأس مصر و3 دوري. شارك مع النادي الأهلي في العديد من البطولات العربية والإفريقية، وحاصل على وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وحصل مع منتخب مصر على بطولة إفريقيا، وشارك في كأس العالم للشباب وكأس العالم للجامعات. صنع في الأهلي، هنشوف تقرير مع كابتن عبد الهادي الجزار نجم النادي الأهلي السابق لكرة السلة، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن هاني العجيزي في ضيافه البيت الكبير. ابتديت في كره السله في نادي الشرطه، وكنت تحت 14 وتدرجت ل 16 18 ودرجه اولى، وصلت لدرجه اولى، وبعدين حتى لما وصلنا لدرجه اولى كان لعبت منتخب مصر من نادي الشرطه، وكان كل اصحابي النادي الاهلي، اذا كان خالد بخيت، نبيل، طاهر، كلهم اصدقائي. فلما دخلت المنتخب وكسبنا بطوله افريقيا سنه 83، ابتدى الناس تتعاقد معايا كذا نادي، كان اتحاد وزمالك واهلي. طبعا فضلت الاهلي عشان صحابي، لان هو كان الافضليه، وكان في حاجة حصلت كده، كان نادي الشرطة مش عاوز يتركني يعني لأي نادي إلا برغبة اللعيب. طبعا أول رغبة كان النادي الأهلي. والله أنا كنت قبليها عايش مع زمايلي في النادي الأهلي، ولما جالي فندق كيمت، كنا معسكرين في فندق كيمت، ما عندكيش قد إيه الفرحة إن أنا يعني حتى اتعرض عليا اتحاد اسكندري، اتعرض عليا زمالك، ما عندكيش فكره الفرحه انهم وافقوا بس ان انا اروح للنادي الاهلي، لان كان امل اي حد يلعب في النادي الاهلي، امل اي احد يلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يعني هقول لك ايه، النادي الاهلي ده بيتنا، يعني نلف نلف ونيجي ده بيتنا. النادي الاهلي من كتر القيم والمبادئ اللي فيه مش لاقيها في حته. كان عندنا زمان الأحذية ما كانتش منتشرة زي دلوقتي، أحذية الأولوستار، فكان سلعاوي جايب جزمة أولوستار خايف عليها جدا، فجت فكت في اللزق شوية فوداها لي بتاع أحذية يلزقها يعني وبتاع، راح ممسمرها عمل فيها مسامير، فنزل الملعب يلا هو يلا دب، لقينا دم بقى طبعا ورجليه. قلت له إيه ده يا عم؟ قال لي جه يلزقها ده حط فيها مسمار عشان تثبت، وما شالش المسمار. فطبعا حدث ولا حرج بقى، طبعا المقتطفات في الاوتيلات والاكل والشرب والحاجات دي حاجات كتير طبعا، بس طبعا احنا بتكلميني على حاجات من كام، من 30 سنه، فطبعا اللي بيفتكر بيجي خلاص يعني. فكانت كل حياتنا يعني كلها ضحك، وبس ساعه التمرين ما كانش حد بيتاخر. احنا يعني في يوم من الايام كان في ماتش هنا مع وده اللي احنا ثابت عندنا مع الاتحاد السكندري بنتحد، ولعبناه هنا فكسبناهم فرق 35 بوم، لدرجه ان انا كان كابتن محمود الله يرحمه ومحمود احمد علي كان هو
مرحوم، فكان ماسك، فانا بقول له كم كام؟ قال لي 55. قلت له 55 كام؟ قال لي فرق 55، خش الملعب. انا ما شفت الجمهور زي النادي الاهلي والله. انا بصراحه مهما خسرنا واقفين في ظهر كل الالعاب، انا ما بتكلمش على الكوره. وهي بالاخص طبعا خسرنا واقفين في ظهر النادي لحد ما كسبنا برضه واقفين في ظهر النادي وفرحانين. مفيش جمهور زي النادي الاهلي، النادي الاهلي ده حاجه ثانيه خالص. النادي الاهلي ده في القلب. زي ما بيقولوا الدم الاحمر في القلب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن هاني العجيزي. ازيك كابتن هاني؟ كابتن اسلام ازيك حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل. سريعا جدا، انا مش عايز اتكلم على مباراه سان داونز ولكن اخد رايك طبعا. طبعا مباراه سان داونز خلاص يعني مباراه صفحه واتقفلت. برافو عليك. دي اول حاجه. تاني حاجه اللعيبه لازم يبقى عندها رد فعل، لان طبعا شفنا الهجوم الكبير من بعض الجماهير على السوشيال ميديا على بعض اللعيبه بتاعت لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداره، وده طبعا ما كناش متخيلين الموضوع هيوصل بالشكل ده بالضجه الكبيره اللي حصلت دي. انت ممكن يبقى في نقد في فرق بين النقد البناء والنقد الهدام. انت نيتك فيها ايه؟ ان انت عايز تهدم النادي او ان انت في سبب معين ان انت بتتكلم عليه؟ بس معروف ان في بعض من النقاد والاعلاميين بيبقى ليهم دور في النادي الاهلي، ضد النادي الاهلي بالظبط يعني. لكن طبعا الناس كلها عارفه مين اللي بيبقى حابب النادي يقف على رجله، والناس اللي حتى اللي بتنقد بشكل بالشياكه او بشكل كويس، مفيش مشكلة. على اساس على اساس ان النادي يقف على رجله تاني، او اللعيبه بعض اللعيبه تشوف الكلام ده وتحاول ان هي تقف على رجليها تاني وتلم نفسها تاني بأي مكسب يجي. لكن طبعا الكرة دلوقتي في ملعب اللعيبة، اللعيبة هي اللي حطت النادي في الموقف ده، وأنا شايف ومتأكد يعني دي مش أول مرة النادي الأهلي يمر بالموقف زي ده. أنا متأكد إن اللعيبة حتى لو ربنا ما كرمناش وإن احنا صعدنا، لكن لازم يبقى في حتة الروح يا كابتن إسلام لازم تبقى موجودة، لازم تبين للناس إن أنت خرجت يعني يعني فيش توفيق، لكن انت من جواك لازم تبين للناس كلاعب انت يعني. كلاعب في الملعب. احنا طول عمرنا يا كابتن اسلام في ماتشات كتيره بنخسرها او بطولات بتخسرها، لكن انت روحك في الملعب عامله ازاي؟ هي دي اللي بنتكلم فيها. يعني معظم الناس اتكلمت فيها ان حتى حته الروح مش موجوده يعني، او مش موجوده قليله بنسبه مباراه سان داونز. صح بالظبط. لكن انت في حاجات بتعوض الفنيات يعني، احنا زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا فنيات لازم تعوضها بروحك في الملعب، وده اللي متعودين عليه طول عمر لعيبه النادي الاهلي. طول ما فيش توفيق، لكن الناس بتشايفه ان انت عملت عليك في المباراه، عندك روح. لكن ممكن الكره مش عايزه تخش، ممكن في اسباب ما ان هي ربنا مش كرمك في المباراه دي. لكن زي ما قلت لك يا كابتن اسامه، المباراتين الجايين دول حياه وموت بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وانا متاكد ان هم يعني اللعيبه في المواقف دي بتبان. صحيح. ولعيبه النادي الاهلي الخامه، لعيبه النادي الاهلي بتبان في المواقف اللي زي دي. بس طيب قبل ما نكمل كلامنا مع كابتن هاني العجيزي، خلونا نروح لزميلنا فاروق صلاح من على التليفون بس نطمن على لحظات وصول البعثه وبعثه النادي الاهلي الى الكاميرون، وايه الاخبار والفندق والدنيا عامله ازاي هناك. ازيك يا فاروق؟ الحمد لله على السلامه. برحب بيك يا كابتن مصر كابتن اسلام، وبرحب بالكابتن هاني العجيزي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا ايه الاخبار؟ ويعني اللي انا عرفته ان او شفنا فيديو منذ قليل لوصول بعثه النادي الاهلي الى المطار في الكاميرون. يعني خلينا اقول لحضرتك، احنا حاليا بكلم حضرتك من فندق الاقامه خلاص، ويعني تقدر تقول ان الفندق الاقامه بيبعد عن المطار 5 دقائق من مطار جروه الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي. ده احد الفنادق يعني اللي تم افتتاحه مؤخرا يعني. هذا الفندق كابتن سام كان تم افتتاحه منذ شهرين بالتحديد، اللي بيقيم فيه بعثه فريق النادي الاهلي. زي ما قلنا ان هو بيبعد عن مطار جروه ب5 دقائق. طبعا الفريق كان وصل يعني منذ 45 دقيقه في مطار جروه، كان في استقبال بعثه الفريق النادي الاهلي معالي السفيرة داليا فايز سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، اللي قامت طبعا بإنهاء كافة الإجراءات، وطبعا بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ طارق أنجيل رئيس البعثة والكابتن سمير عدلي، اللي طبعا يعني قايمين بدور كبير جدا. لو برضو أقرب لحضرتك إن تفاصيل اليوم، إحنا كان الفريق
كان الفريق ادى تدريب صباحا في تمام الساعه 9 على ملاعب جامعه بريتوريا، وكان ده التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي قبل التوجه الى يعني العوده الى مقر الاقامه، ومن ثم التوجه الى مطار جوهانسبرغ واستقلال طائره خاصه. رحله طيران استغرقت 5 ساعات ونصف على متن الطائره. طبعا يعني مستر مارسيل كولر قاعد بيتابع بيتفرج على كافه الامور، بيدرس فريق القطن الكاميروني، احاديث طبعا ما بين اللاعبين، وخلاص يعني النهارده اللي مسلكه معانا كابتن اسلام من تدريب فريق النادي الاهلي خلاص في روح معنويه مختلفه وجديده عند لعيبه النادي الاهلي. الاول مره من بعد مباراه ماميلودي سان داونز تشوف مستر مارسيل كولر في ابتسامه على وجهه. طبعا خلاص التركيز كله بقى في مباراه القطن الكاميروني، كان ليا حديث مع بعض اللاعبين طبعا قال لك لا احنا المباراه دي ان شاء الله تكون بدايه مصالحه لجمهور النادي الاهلي، ونحاول ان احنا نفوز في اللقاءين وننتظر ان شاء الله يعني المباراه الاخرى، لكن هدفنا الاول احنا نفوز ان شاء الله في مباراه القطن الكاميروني، ده الهدف اللي شغال عليه لاعب النادي الاهلي. يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي احنا في المقر فندق الاقامه، كان ساعتها يعني تم تقسيم كل اللاعبين، لاعبين صعد كل لاعب الى يعني الغرف حاليا، اللي يعني الاستاذ طارق قدير طبعا متواجد مع معالي السفيره داليا فايز على التنسيق لكافه الامور. الامر بقى المهم جدا يا كابتن اسلام، يعني انا بكلم حضرتك حاليا طبعا التوقيت في جروه في مصر حاليا متقدم بساعه عن جروه، اكيد التوقيت عند حضرتك حاليا 11 ل 10، التوقيت هنا في جروه 10 ل 10. في التوقيت ده درجه الحراره حاليا يا كابتن اسلام بتتكلم في 33 درجه مئويه، يعني درجه حراره عاليه جدا. درجة الحرارة بالنهار بتتراوح ما بين 42 ل 44 درجة مئوية. اعتقد يعني طقس صعب جدا وطقس حر جدا، بس ان شاء الله لعيبة النادي الاهلي تكون في كامل تركيزها يعني ان شاء الله في هذه المباراة. طيب برضو من خلال الكلام اللي احنا سمعناه وعارفينه ان فريق القطن الكاميروني او ادارة فريق القطن الكاميروني هتفتح الاستاد مجانا للجمهور، وايضا يعني اتكلموا مع المدرب انه في حاله خسارته او تعادله مع النادي الاهلي سيكون او هيتم اقالته، اتكلموا ايضا رصدوا مكافئات كبيره جدا للاعبين. هل ده واصل للاعبتنا ولا لا؟ بص يا كابتن اسلام، يعني هو واصل للاعبين هذا الكلام، يعني عمليه ان المسؤولي النادي القطن الكاميروني قرروا فتح ابواب الاستاد للجماهير، خلاص بقت يعني تقدر تقول طريقه او وسيله كل الفرق اللي هتلاعب النادي الاهلي، وصل هذا الكلام للاعبي النادي الاهلي. ايضا المدير الفني لفريق القطن الكاميروني بعض طبعا المصريين او الزملاء الموجودين هنا اكدوا لنا طبعا ان الامور ما بينه وما بين اداره نادي القطن الكاميروني مش يعني مش على افضل ما يكون. خلاص يعني نتيجه الهزايم في المباراه السابقه في دور المجموعات يعني تقدر تقول خلاص يخليها اداره القطن الكاميروني زي ما حضرتك قلت منتظره لقاء الاهلي، لو قدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، وده اللي احنا ان شاء الله ما نتمناهوش، احنا نتمنى ان هو يمشي من دلوقتي يا كابتن اسلام ان شاء الله. طبعا يعني فلعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا قادرين ان شاء الله على تحقيق هذه المباراه باذن الله. عايز برضه اقول لحضرتك ان صباحا هيكون طبعا في الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، وايضا يعني هيكون في التدريب او المؤتمر الصحفي للمستر مارسيل كولر وايضا المدير الفني لفريق القطن الكاميروني، هيكون في تمام الساعه 5 للمدير الفني للقطن الكاميروني و5:30 للنادي الاهلي، وايضا هيكون التدريب للنادي الاهلي على ملعب المباراه هيكون في تمام الساعه 6. يعني زي ما باكد لحضرتك ان شاء الله ان شاء الله من اللي احنا شايفينه من اللاعبين في التدريبات اللي شايفينه النهارده واحنا على الطائره، لا في روح جديده في لعيب النادي الاهلي، في هدف ان شاء الله ان هم يصالحوا جماهير النادي الاهلي، وايضا يا كابتن اسلام ان هم يصححوا مسار الفريق في البطوله الافريقيه. كان ليا حديث طبعا مع الاستاذ طارق قنديل، قال لي الكابتن الخطيب بيتابع معايا كل كبيره وصغيره، الكابتن الخطيب بكل التفاصيل في كافه الامور، الكابتن الخطيب بيتابع كل الظروف الامور الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي وتوفير جو مناسب للفريق ان شاء الله في هذه المباراه. ننتظر نشوف ده مردوده في ارض الملعب باذن الله كابتن اسلام يوم الجمعه. خليني اقول لك ان المباراه هتكون 6 بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت الكاميرون. طيب يكون الجو ظبط شويه، يكون الجو الدنيا ظبطت شويه يعني احسن طبعا من الساعه 3 ظهرا، لكن في النهايه كل التوفيق يا فاروق، ويعني لو في امور اخرى احنا لسه قاعدين شويه، فلو في اي حاجه اخرى
وتعمل وحابب تعمل معانا مداخله عشان نطمن على الفريق. عموما انا بشكرك جدا يا فاروق على وجودك معانا، وبالتالي عرفنا الشكل العام اللي بيمر او بتمر بيه بعثه النادي الاهلي. الحمد لله الامور جيده، كل اللي سامعينه او كل الاخبار اللي جايه ان هناك حاله كبيره من التفاؤل، ربنا يكرمنا. بس الواحد مش عايز يتكلم مثل هذا الكلام، ولكن خلينا نشوف ده ان شاء الله يوم الجمعه، او خلينا ننتظر ده لغايه يوم الجمعه اللي جايه يا كابتن هاني، ونشوف ده على ارض الملعب، ما يبقاش كلام وخلاص. اكيد اكيد طبعا. وكمان احنا الماتش الاولاني مع الكونت الكاميروني، يعني احنا برضو شفنا الفرقه، يعني الفرقه برضو مش اللي هي كلاس ايه، يعني هي فرقه جامده جدا، لا فرقه عاديه جدا، وانت يعني المباراه اعتقد ان هي هتبقى في المتناول، لكن هو المشكله كلها ان انت العكس، انا بشوفها مباراه صعبه. هي صعبه عشان احنا الموقف بتاعنا يعني الموقف بتاعنا انت خارج من هزيمه برضو. خلي بالك برضو الضغط على اللاعبين او الضغط على النادي الاهلي من خلال فتح المدرجات أكيد والمدرب هيمشي لو اتغلب، وانه مكافئات ده عاملين مكافئات ثلاث اضعاف او اربع اضعاف العادي، وهم يعني هم كمان ما لهمش اي امل في اي حاجه، هم يكسبوا خلاص. هو بيلعب النادي الاهلي، بيلعب بطل افريقيا، يعني عارف قيمه النادي الاهلي كويس جدا، وعارف ان المباراه دي ناس كتير قوي في افريقيا بتشوفها. انا كلاعب لما اجي العب النادي الاهلي اكيد يعني هعمل اقصى جهد عندي في المباراه ان انا الناس كلها تتكلم عليا، يعني مي بان انا مثلا ممكن اي حد في النادي الاهلي يشوفني كويس زي ما شفنا قبل كده في مكسيوني، وشفنا مع كذا لعيب النادي الاهلي ليه ما لعبش في النادي الاهلي، حلم لاي لعيب في افريقيا انه يلعب في النادي الاهلي. فدي حاجه، دي فرصه للعيبة القطن او لعيبه اي فرقه ثانيه في افريقيا ان هي تسوق نفسها بشكل كبير في مباراه كبيره زي دي ومتشافه. يعني طبعا موضوع الجماهير اكيد طبعا، ادينا شفنا برضو مباراه سان داونز والقرار اللي خدوه فتح المدرجات مجانا، وقد ايه المباراه كانت مهمه بالنسبه لهم طبعا، وقدروا يحققوا المراد من المباراه. عايزين لعيبه الاهلي لازم عارفه ان المباراه دي مباراه مصيريه زي ما اتكلمنا، وقلنا ان المباراه دي هي اخر امل ليك، لان انت بعدها جاي لك الهلال، والهلال بينافس على الصعود، يعني انت والهلال يعني يا انت يا الهلال اللي هيصعد. فمباراه الهلال بالنسبه لك لو قدر الله حصل حاجه في مباراه القطن فهيبقى الموضوع صعب جدا، يعتبر يعني شبه مستحيل ان انت تصعد. لا ولو انت لا قدر الله حصل تعادل او بالظبط من القطن، لا خلاص انت بره بالظبط. فيعني انت لازم المباراه دي خلاص انت اخر امل ليك، فلازم اللعيبه يبقى وصل لها ان انت خلاص المباراه دي زي نهائي بالظبط، نهائي مبكر، اللعبة كلها لازم تركز بشكل كبير جدا، الاجواء المحيطه بيك هتبقى صعبه جدا، هتلاقي لعيبه مركزه، هتلاقي مدير فني مركز، هتلاقي جماهير بتشد من ازر فرقتها بشكل كبير، زي ما فاروق قال درجه حراره ممكن تبقى عائق بالنسبه لك، لان احنا برده هنا بالنسبه لنا احنا في شهر 3 يعتبر برده اواخر الشتاء، لكن الموضوع كله في ايد لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله يكون الفوز حليفهم ان شاء الله باذن الله. كيف يمكن الخروج بقى، نرجع مره اخرى للنواحي الفنيه شويه، كيف يمكن الخروج من مثل هذه المواقف؟ بمعنى ان انا مغلوب ويعني الناس كلها يعني زعلانه مني، انا كلاعب كيف اخرج من هذا الموقف؟ لازم دور الكباتن الفرقه كابتن اسلام في الوقت ده، كباتن الفرقه في الوقت ده لازم يبقى لها دور كبير جدا، لازم يبقى في قعدات كتير مع اللعيبه، لازم يعرفوا ان النادي الاهلي ما ينفعش ان هو يبقى موجود في بطوله افريقيا ويبقى مهدد ان هو يخرج من دوري المجموعات. دي بتحصل نادرا بشكل كبير، ان انت النادي الاهلي عمره ما شفنا النادي الاهلي بيطلع الا كل فين وفين تقريبا مره او اتنين او ثلاثه بالكتير، لكن دي حاجه هتتحسب عليهم مش ليهم، ان انت لما في الجيل بتاعك ده بتخرج من بالشكل ده، لكن اعتقد ان هي هتبقى حاجه في مسيرتك مش حلوه، لكن الناس بتفتكر برضو الحاجات الكويسه، انت وصلت مثلا مرتين او ثلاث مرات في بطوله كاس العالم للانديه، دي حاجه كويسه الناس كلها بتتكلم عليك، فلازم الاستمراريه اللي انت لازم تأدي بشكل كويس، ولازم ما دام عودت جماهير النادي الاهلي ان انت دايما بتوصل فاينل بطوله افريقيا وبتوصل كاس عالم للانديه، فده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، وده الطبيعي بتاع اداره النادي الاهلي والاستراتيجيه اللي النادي الاهلي شغال بيها، لكن غير كده مش مقبول. اديك شفت اتكلمنا الهجوم الكبير اللي حصل على اللعيبه، اعتقد ان ده يكون دافع ليهم، ان انتوا لازم اكيد بتشوفوا السوشيال ميديا وكلكم متابعين السوشيال ميديا بشكل كبير، ده لازم يكون دافع ليكم، ويكون المردود بتاعكم اكبر من كده ان شاء الله في المباراه دي. المباراه الاولى امام القطن الكاميروني، يمكن الهدف الاول بتاع محمد شريف في الدقيقتين ثلاثه الاولى، وبالتالي ده سهل الموضوع شويه،
او مش سهل حطك في المباراه من بدري يعني، فكيف ترى بقى البدايات في مباراه القطن هناك في ظل اجواء زي ما سمعنا اجواء حاره شويه؟ ده ليس مبررا لاي شيء، لان احنا متعودين او من المفترض ان احنا نكون متعودين على مثل هذا الامر. اعتقد مستر كولر لازم يكون مجهز المباراه دي بشكل كبير بالاستراتيجيه اللي هيلعب بيها، ان انت اعتقد ان هو 90% ممكن يضغط من قدام على اساس ان هو يخلص المباراه من بدري، ما يديش فرصه او امل لفرقه القطن ان هي تدخل معاك الجيم. الاستحواذ طبعا طبيعي لازم يكون الاستحواذ للنادي الاهلي في المباراه دي، التحرك من غير كوره في كابتن الاسلام في الماتشات دي مهم جدا. برضو اهدار الفرص، شفنا برضو ماتش سان داونز برضو كرة جت لكهربا وكرة جت لبيرسي تاو اللي جت في العارضة دي، كانت ممكن تخيل لو النتيجة 5-4 مثلا، تتخيل كان طبيعي كان ممكن ان انت تتعادل وتكسب، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة. لكن حتة برضو لسه بنعاني برضو من حتة اهدار الفرص دي شوية. بما انك نجم كبير وراجل يعني من المهاجمين اللي في مصر اديت بمستوى رائع الحقيقة، لكن المشكلة بتبقى ايه؟ في خلق الفرص ولا في عملية انهاء الهجمات؟ يعني انت شايف مشكلة النادي الاهلي في مثل هذا الامر ايه؟ لا، انهاء الهجمات طبعا، لان انت خلق الفرص ده انت بتوصل بتوصل وبتضيع، يبقى خلق الفرص دي موجودة. بس دي بتاعت مش مشكلة، دي بتاعت لعيبة طبعا، بتاعت لعيبة، ده ما فيش فيها كلام، بتاعت لعيبة. انت انا كمدرب او مثلا كلعيب معاك في الفرقة، انا مهمتي ان انا اوصلك لحد اخر نقطة في الهجوم، اللي هي ان انت تقدر تحرز منها هدف. لكن انت عندك مشكله فيها دي برضو يعني ليها عامل برضو مع المدرب، ان انت لازم تشتغل برايفت مع اللعيب بتاعك، ان انت عنده مشكله فيها لازم تشتغل معاه فيها. لو انت ما عندكش حد مخصص في الموضوع ده ممكن تجيب حد، يعني احنا شفنا كذا حد اتكلم في القصه دي، انديه اوروبا كلها بتعمل كده، ممكن تجيب حد مثلا يكون موجود، كان موجود في النادي الاهلي واسم كبير وكان هداف للنادي الاهلي، ايه المشكله اما تجيبه مثلا فتره معينه يقدر يشتغل تخصصي مع المهاجمين؟ وليه فتره يفضل موجود على طول؟ لا يعني دي تبقى من السمات اللي موجوده في الفريق. بس خلي بالك، هل من الممكن ان يكون المدير الفني رافض لمثل هذا الامر؟ ما هو خلي بالك انا كاداره نادي، احنا هنا هنتكلم تمام على افتراضات بتحصل، انا كاداره نادي هل انا ممكن ما ينفعش افرض عليك حاجه طبعا، لكن ينفع اقول لك ان انا عندي هاني العجيزي، عندي احمد متعب، عندي عايز ولا مش عايز؟ بالظبط، دي حاجه مهمه طبعا. لكن انا شايف ان الاجانب ما عندهمش مشكله في القصه دي، لكن لو مدرب مصري اقول لك يعني عارفين المدرب المصري بيبقى مش عايز حد يتدخل. لا لا، انا متاكد من اللي بقوله، مدرب مصري ممكن ما يحبش. والله انا لو مدرب انا هختار لكل بتاع لازم. ما طبيعي طبيعي، يعني انت اكيد يا كابتن اسلام انت كمدير فني مش هتقدر ان انت تبقى تلم القصه كلها بنفسك او التخصصات. بالظبط، لكن انت لما هو اسمه ايه؟ هو اسمه جهاز ايه؟ جهاز مساعد. يعني الراجل ده ان احتاج الناس اللي معاك دي عشان تساعدك، عشان تساعدك وتهيئ اللعيبه دي ان انت توصل لاعلى فورمه للماتشات، يبقى جاهزين كلهم للماتشات. فانا دلوقتي انت مثلا سي اي مدرب في مصر عنده مثلا في الجهاز بتاعه واحد فرويد، مش هقول انا مثلا اي حد كان مثلا بيلعب في نادي الاهلي ولعب وجاب جوال وبتاع والكلام ده، ايه المشكله ما تستغله تحاول تشغله مع المهاجمين؟ صحيح، لا ممكن يعني جدا، يعني ده سهل جدا. انا بقول لك صح، ولكن في حاله النادي الاهلي، يبقى انا ما اعرفش بره في الانديه حتى في مصر هنا ما اعرفش بيعملوا ايه، ولكن انا افهم في النادي الاهلي ايه، انا كاداره من حقي ان انا اعرض عليك. بالظبط، لكن انت كمدير فني من حقك ان انت ترفض أو توافق على الامر. صح. ممكن تقول لي لا انا عايز لكل لعيب واحد مساعد مثلا. صح. يعني صح. مش هيحصل، لكن انا بقول لك ممكن. طب ممكن تقول لي لا انا مش عايز. بره في اوروبا ممكن اقول لك ان يعني في فرق بيبقى عندها لكل خط مدرب. حبيبي انا في ليفربول لما راحوا عشان الثلاث شهور بتوع التلج، ف يورجن كلوب مش فاكر كان ليفربول ولا تشيلسي، المهم واحد من الانديه الخمسه الكبار توب فايف يعني، هعرف هفتكر مين واقول لك، عشان الثلاث شهور بتوع التلج فلقى فيهم معدل اصابات اللعيبه بتزيد، فمش اصابات عضليه ولكن لانه بيعملوا تاكلينج بطريقه خطا، جاب واحد من الفرق اللي بتلعب على التلج دي متخصص في الحاجه في ازاي تتزحلق تنزل على الارض لمده شهر. دي بقى ممكن مش عيب. لا مش عيب، هو انا عايز هاني العجيزي علشان يقول لي اعرف اتزحلق ازاي. صح. نسبه الاصابات نزلت عنده بنسبه من 70 ل 80%. انا هحاول اجيب التقرير ده دلوقتي بس عشان انت على الانترنت واوريه لك، لان انا قريته فانا استعجبت.
للدرجه دي الناس بتبص لهذا؟ انا قريته من سنه تقريبا. ودي ممكن على فكره الناس تقول لك ده حاجه هايفه يعني. هو قلل الاصابات بنسبه، احنا بنتكلم الاصابات العضليه ماشي، لكن هي مش عضليه. هي اصابات بسبب هو المدير الفني ذكي لاحظ صح، وقال لاداره النادي انا عايز جابوا له حاجه تحسب له، حاجه تحسب له فعلا ان هو يكون عنده قوه ملاحظه يعني لو كده بالظبط. لكن في مديرين فنيين يقول لك لا انا مش عايز بالظبط. لكن لما يكون انت بقى عندك مشكله كبيره ان انت مش عارف تجيب جول، ده دي اكبر مشكله ممكن تقابلك كمدير فني. فانا انا شايف ان زي ما انت حضرتك قلت يا كابتن سامي، دي حاجه مهمه جدا 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 جدا، ان انت بقى لنا فتره بنعاني من القصه دي من ساعه ما كنا في كاس العالم للانديه واحنا المشكله دي موجوده عندنا. لازم يبقى في تحرك، لازم حتى زي ما انت حضرتك قلت الاداره هي اللي تلفت نظر مستر كوره، تقول له احنا كان عندنا كان عندنا لعيبه جامده ولعيبه كويسه، ويبداوا يعرضوا على هل انت عارف انهم عرضوا ولا معروض؟ النادي الاهلي بيبقى دايما ممكن داخل الغرف المغلقه في امور بتحصل أكيد. ولكن يعني في حاجات بيتم الاعلان عنها وفي حاجات طبعًا. لا يتم اكيد اكيد، بس احنا بنتكلم اللي احنا شايفينه او اللي احنا شايفين. انا ما اعرفش يعني عشان ما حدش ياخد على لساني يقول ان انا اقول، انا ما اعرفش، انا بقول يعني قد يكون حدث وقد لا ممكن فضل. فاحنا بنتكلم برضو في حاجه مصلحه، مصلحه الفرقه ومصلحه اللعيب اول ومصلحه النادي طبعا في كل حاجه، ان احنا شايفين حاجه فيها مشكله فاحنا بنتكلم فيها طبعا بس فالناس تاخد بيها او الناس ما تاخدش بيها، دي حاجه طبعا ترجع للاداره وهم شايفين الانسب ايه والصح ايه. بس لكن الاقرب في لان احنا مره كنا مع بعض من اسبوعين ثلاثه كده واتكلمنا عن قيمه الفرصه، احنا طول الوقت اللي فات كل الضيوف اللي بيبقوا معايا بيتكلموا عن قيمه الفرصه، ان احنا مباراه زي الداخليه خليني اكلمك في مباراه هنا في الدوري تعادلت معاهم، الداخليه تعادل مع النادي الاهلي في الدقائق الاخيره وهم 10 لاعبين وناقصين واحد، لانه قيمه الفرصه قبلها 3 4 5 فرص انت رايح تجيب جون بتضيع قيمه الفرصه صح. اللي انت بتتكلموا صح. عنها دايما صح. بتترد عليك بهدف صح. خلي بالك يا كابتن سامي، مشكله مش في النادي الاهلي بس، مشكله في مصر عامه، عندك مشكله كبيره في الاسترايكر الهداف صحيح، هو بيعرف يجيب جول من نص فرصه، دي ما بقتش موجوده خالص صحيح. بقتش موجوده خالص يعني، في مشكله فعلا كبيره في النقطه دي، واعتقد ان النادي الاهلي يعني زي ما اتكلمنا، ويا رب يا رب يكون الناس وصل لهم الكلام بتاعنا ده ويحاولوا ان هم يصلحوا من الموضوع ده ويحاولوا يشوفوا ايه الافضل وايه الاحسن لتطوير المهاجمين في النادي الاهلي. خلي بالك النادي الاهلي دائما ما بيبقى حريص على التطوير الدائم، ودي حاجه تبقى اول مره حد يعملها، يعني اول مره حد يعملها في مصر. طبعا عارفين النادي الاهلي صبرت، ولكن احنا دايما النادي الاهلي الاداره في النادي الاهلي دايما لا تجبر طبعا، مش طبعًا يعني انا بتكلم بشكل عام ادارات طبعًا. النادي الاهلي بشكل عام من 1907 حتى الان لا تجبر حد على حاجه، اي مدير فني في اي لعبه خلي صح بالك صح. مش في الكوره بس صح. انا بعرض عليك حضرتك عايز اوكي، مش عايز بتقولي لا. طيب على مستوى خط الوسط شايف مين اللي ممكن يعني يلعب بثلاثه في وسط الملعب في مباراه القطن، ولا يلعب باثنين فقط ويلعب مثلا بواحد زي قفشه، واحد زي قندوسي، قندوسي سلية موجود برضو اعتقد ان هو سلية لا لازم يلعب باثنين الماتش ده، لازم يلعب باثنين بقى، يلعب باثنين هو بيلعب في العادي باثنين، هو في العادي وحتى ماتش سان داونز تقريبا القندوسي كان بيلعب يعني بيقوم بالمهام بتاعت 10 بشكل كبير اكتر من 8 يعني، لكن القندوسي احنا عارفين هو لعيب كويس ويقدر يهم بالاثنين بالدور ده بالظبط، هجوميا ودفاعيا هو ما شاء الله لسه صغير في السن وعنده باور وكورته حلوه، فاعتقد ان هو يعني 90% هيبدا بالقندوسي، وممكن يعني غالبا يا ديانج يا حمدي فتحي، ممكن السوليه يشترك مدام ديانج، احنا شايفين برضو ديانج الفتره اللي فاتت يعني قل شويه لحد ما برضو حقيقي. لا حقيقي يعني طبعا نتكلم بصراحه نتكلم بصراحه لحد ما لحد ما برضو حاسس ان هو مش 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 في الفورتو بتاعه بالظبط، او مش مركز، ممكن يكون الكلام الكتير اللي حصل حته ان جاي له عقود احتراف او ده وارد وده طبيعي وده من حقه، لكن الكلام ده مفروض ان انت تفصله عن الملعب، يعني انت مفروض ان انت بتنزل الملعب انت لعيب محترف، مفروض ان انت نازل الملعب خلاص ده شغلك وده اكل عيشك، والحاجات الخارجيه العقود والكلام ده وعقود الاحتراف دي بتبقى في وقتها في اخر السيزون اللي بنتكلم فيها مفيش مشكله صحيح، لكن اعتقد ان الراجل هيبدا يلعب باثنين وقدامهم 10 ان شاء الله. عموما هنكمل كلامنا مع كابتن هاني العجيزي، ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. هاني برضو على الجانب الدفاعي عندنا مشاكل واضحه دفاعيه،
فعلا كان في مشاكل في الماتش الاخير ماتش الفتره اللي فاتت بشكل فعلا يعني ماتش برضو ريال مدريد كان في مشاكل، ماتش فلامينجو كان في مشاكل، ما اعرفش إيه من عدم تركيز، ممكن يكون ضغط المباريات، لانه خلي بالك دائما ما بتبقى طول الوقت بتبقى في مباريات، لكن الفتره الاخيره اخر خمس دقائق او اخر 10 دقائق مفيش تركيز، خش فيك جونين وثلاثه ازاي بقى كلها على فكره يا كابتن اسلام. عدم تمركز، عدم تمركز يعني، صحيح برافو عليك، عدم تمركز بيبقى في وقفات غلط، حته الضغط بتبقى توقيتها غلط. انا شفنا جول تقريبا الجون الثاني او الثالث، تقريبا الثالث بتاع سان داونز، الضغط بتاع علي معلول كان مبالغ فيه بصراحه، ساب مكانه وراح ضغط على الراجل، مش مفروض ان انت اللي تروح يعني، كان في واحد وراك، الكره اتلعبت للراجل وبقى انفراد. لكن الحاجات دي بالنسبه للمدافع كابتن اسلام بتبقى حاسس ان هي بتبقى ضغط مباريات، او صحيح، في بيبقى لود عليك في التركيز بتاعك، فبالتالي بتغلط كتير طول ما انت مضغوط، بالذات للمدافع يعني. المهاجم مش مشكله، المهاجم ممكن يقول لك انا ممكن العب كل ماتش كل يوم ماتش، بس ما دام بجيب جوال والدنيا ماشيه وعايز ابقى موجود في الملعب فالدنيا ماشيه. لكن المدافع كتر الضغط عليه، كتر المباريات دي بيسبب عدم تركيز، اخطاء واضحه واخطاء مش متوقعه. يعني احنا لما بنيجي نتكلم مثلا على عبد المنعم، بنتكلم على ياسر ابراهيم، بنتكلم مثلا رامي. بالظبط، فالناس دي المفروض ان هي لعبت كتير وعندها خبرات كتير جدا، لما يجي يخش فيك جول وانت في التمركز بتاعك مش صح، فدي بتبقى اكيد حاجه غصب عنك، مش حاجه بنقلل منك او ان انت عندك مثلا مشكله فنيه، لا دي اكيد من ضغط المباريات، وبرده الضغط العصبي بتاع الموقف في الفرقه، موقف الفرقه برده لازم نقول ان عامل لود على اللعيبه، فلازم اللعيبه تتعود على المواقف اللي زي دي، ودي تجارب، اديك بتمر بتجارب بيزود تركيزه بقى. بالظبط، بيزود تركيزك طول ما انت بتضغط اكتر، لازم ان انت تركيزك يبقى اكتر، بتشوف ايه اللي بيفوقك، ايه اللي بيخليك في الجاهز دايما للمباريات. فيا رب يا رب ان الموضوع ما يطولش معاهم، واعتقد ان شاء الله يعني المباراه الجايه دي نحاول ان احنا نقدم بشكل كويس، مباراه كبيره، ونحاول ان احنا استعد بقى نقفل صفحه القطن دي ونرجع ان شاء الله على مباراه الهلال. مباراه مصيريه، انا شايف ان هي بالنسبه لي انا مباراه مصيريه على العامل النفسي اكتر ما هي فنيا يعني، بالنسبه لي نفسيا طبعا، المواقف اللي حصلت في هناك والمواقع اللي بتكتب على النادي الاهلي، هم مركزين مع النادي الاهلي اكتر ما مركزين مع فرقتهم، ما اعرفش ليه بصراحه، حاجه غريبه جدا، مع ان النادي الاهلي بيتعامل مع كل الانديه دي باحترام يعني، عمرنا ما شفنا النادي وسنظل نتعامل بهذا الاحترام لكن طبعا، لكن ما بقاش رد الفعل كده يعني، يمكن ممكن يكون هم بينافسوا فهم مش مصدقين نفسهم ان هم بينافسوا، والله عارفين ان هم النادي الاهلي ممكن يخرجوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي برده مش متعودين ان هم النادي الاهلي يخرج، فالحاجات دي كلها طبعا طبيعيه وشرعيه. لكن يعني انا المباراه دي بالنسبه لي عايز اقفل مباراه القطن ان شاء الله يوم الجمعه، ونبدا نركز بقى عندك اسبوع كامل تقدر تشتغل فيه وتيجي من السفر وتعمل ريكفري بتاعك وتبدا تستعد بشكل كويس، والمباراه دي تبقى نهائي بالنسبه لك يعني، بغض النظر انت صعدت او ما صعدتش، لكن المباراه دي انا شايف ان هي مباراه نهائي للعيبه قبل ما تكون لاي حد تاني. اتمنى ان يكون كل اللي ده وصل للعيبه، لانه الحقيقه اللاعبين مش هتقول لي كل شويه اللعيبة، ايوه اللعيبه عليهم دور كبير جدا جدا في مثل هذه المباريات، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في المباريات القادمه. الحقيقه بعيدا عن الاجواء الافريقيه والمباريات الافريقيه، يعني خبر الحقيقه نور في وسط اللي بيحصل، خبر النظام الجديد لكاس العالم للانديه وضمان الاهلي مشاركته، بتشوف خبر زي ده في 2025 يعني، بتشوف خبر زي ده ازاي؟ وايضا الفيفا اعلن رسميا ان هو ان الفرق الرسمي او اعلن بشكل رسمي الفرق اللي هتشارك في 2025 منهم النادي الاهلي. ما هو الخبر ده بيزعل ناس كثيره يا كابتن اسلام بصراحه يعني طبعا انت ما دام بتتعب يا كابتن اسلام ربنا بيكافئك انت يعني انا شايف ان بصراحه يعني 75 80% من ان انت تدخل البطوله دي تاني بالشكل ده او بالنظام ده من عند ربنا وبرده يرجع لمستر موسيماني زي النهارده بالظبط، يرجع لمستر موسيماني بصراحه برده الراجل ده عمل طفره بطولة في بطوله 21 بالظبط، عمل طفره في النادي الاهلي في الفتره دي،
وخد بطولات مع النادي الاهلي وعمل شكل كويس لاداء النادي الاهلي على المستوى البطولات وعلى المستوى ممكن يكون فيه كان بعض المشاكل، ما فيش حد كامل، ممكن يكون في بعض المشاكل في الفنيات، لكن ما فيش حد بنجتمع، ما فيش يعني ما فيش الناس كلها ما بتجتمعش على شخص ان هو يكون عنده كل المقومات للنجاح، لكن الراجل ده برضه اتحارب، والناس فعلا والناس كلها عارفه ان هو اتحارب بشكل كبير واتظلم. مش هنقول ان النادي الاهلي اللي ظلمه، لا، اتظلم ان السوشيال ميديا كانت عامله ضغط كبير جدا جدا عليه في الفتره اللي كان موجود فيها، وما قدرش والحمد يعني سبحان الله، يعني حقه بيجي دلوقتي ان هو الراجل، لا الراجل كان عامل فرقه كويسه وكان عامل انجازات كتير جدا مع النادي الاهلي، وثمارها موجود لحد دلوقتي. يعني انت خدت بطوله 2021 بعدها باربع سنين هتشارك عشان خاطر انت خدت البطوله دي، فاعتقد ان دي حاجه كويسه للنادي الاهلي وحاجه تكون فرصه ان اللعيبه تركز بقى الفتره دي ان شاء الله اللي جايه، ويحاولوا ان هم عارفين ان هم عندهم بطولتين قبل 25 لازم برضو تنافس بشكل كويس ولازم تأدي بشكل كويس، وان شاء الله يبقى موجودين الثلاث سنين اللي جايين ان شاء الله في البطوله. يعني امام حضراتكم الانديه التي ستشارك بشكل مؤكد، ده الصفحه الرسميه، زودوا عدد الانديه بالظبط الاتحاد الدولي لكره القدم، بقت قويه جدا يا كابتن اسلام، يعني ريال مدريد وتشيلسي والهلال والاهلي، فهتبقى كل اربع سنين بتبقى بطوله قويه جدا يعني. فبالتالي الاهلي مصر دوري ابطال افريقيا 2021، فبالتالي الاهلي تاكد رسميا ان هو هيلعب هذه البطوله. في الدوري السنه دي شايف شكل المنافسه ازاي؟ هي تقريبا المنافسه يعني خلاص، انا شايف ان 80% النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، يعني انا بشوف لسه بدري قوي، لا مش بدري حاجه، بس الارهاق اللي موجوده واللي بيحصل، اعتقد ان لا قدر الله والنادي الاهلي حصل له حاجه بتقدر الفكره، مفيش بديل عن ان انت تاخد الدوري العام، وده المفروض ان هو اقل حاجه ان انت تتصالح بيها جماهير النادي الاهلي. وحتى لو كملت في بطوله افريقيا باذن الله نكمل ان شاء الله، اعتقد ان برضو بطوله الدوري دي حاجه معروفه ان النادي الاهلي يعني ليها حساب خاص يا كابتن اسلام، ان انت بقالك سنتين ما خدتهاش، فالسنه الثالثه على التوالي دي هتبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. فلازم اللعيبه تبقى عندها برضو تتخيل النادي الاهلي ممكن ما ياخدش ثلاثه دوري في ثلاث سنين ورا بعض، دي كارثه. فاعتقد ان هم عندهم الموضوع ده، ووصل لهم الفكره دي ان انت بطوله الدوري دي ما فيش فيها خلاف، يعني لازم ان شاء الله باذن الله لازم البطوله تبقى موجوده في النادي الاهلي. المنافسه يعني شايف ان في فرق كويسه دلوقتي بتأدي بشكل كويس، عندك الاتحاد، فيوتشر بيقدم مستوى هايل بصراحه، بيراميدز والزمالك، كلهم الناس دي كلها قريبه من بعض، لكن النادي الاهلي لو كسب الماتشات المؤجله بتاعته هيبقى تقريبا فرق اكتر من 10 نقاط او 12 نقطه، اعتقد الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الدوري العام، وننتظر ان شاء الله ماذا سيحدث في البطوله الافريقيه ان شاء الله يوم الجمعه القادم في مباراه القطن الكاميروني. بشكرك جدا هنا على تواجدك معانا، شكرا جزيلا حبيبي، دايما بنستمتع بوجودك، وانا سعيد ان انا موجود مع حضرتك، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم كابتن هاني العجيزي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، بارك ايه كله تمام، بتضحك على ايه؟ مبسوط قوي. ايضا كريم سعيد، ازيك كريم؟ ده كابتن سعيد، بارك ايه كله تمام، بتضحك على ايه؟ الحمد لله. يعني خلينا نبدا برايكم سريعا في مباراه سان داونز، يعني مش عايزين نتكلم كتير عن مباراه سان داونز لانه احنا دلوقتي كل تركيزنا هيبقى على مباراه القطن. بالتاكيد مباراه سان داونز الهزيمه طبعا مش مقبوله، لان كانت النتيجه بخمسه، النتيجه طبعا مش مقبوله، اكيد في اخطاء، يعني انا بادئ كلامي اهو ان في اكيد في اخطاء من كل الناس، اكيد في اخطاء، واحنا علينا ان احنا نحاول نصلح الاخطاء دي في الفتره الجايه عشان نصالح الجمهور، لازم نصالح الجمهور، واللعيبه لازم تكون عارفه كده ان انت عندك مباراه اليوم الجمعه ان شاء الله مع القطن الكاميروني، لازم يكون ليك رده فعل عشان تقدر ان انت ان شاء الله نصالح الجمهور على الهزيمه دي. ده اهم حاجه. الحاجه الثانيه لو هنتكلم على المباراه، انا بشوف ان يعني حتى كنت قبل المباراه باسبوع هنا كلمت في النقطه مهمه جدا، ان في بعض المباريات لازم اقفل فيها، مش لازم العب كره جميله في كل الماتشات، دي مشكله مارسيل كولر. مارسيل كولر طبعا انا شايف ان هو برضو عايز ابدا كلامي فيه كده، ان هو كل الدعم لمارسيل كولر في الفتره الحاليه. مارسيل كولر مدرب واضح ان هو عنده كره هجوميه، عنده فلسفه، عنده ضغط عالي، هو فكره كده،
عايز ان انا اضغط واعمل ضغط عالي واستحوذ وابقى الفعل، بس هو لسه عنده حاجتين ناقصينه. اول حاجه الخبره الافريقيه. الخبره الافريقيه، الخبره الافريقيه بمعنى ايه؟ ان انا لما اروح صن داونز ازاي ما اكونش انا الفعل، اكون انا رد الفعل، اضيق المساحات. يعني فايلر كان برضو نفس مدرسه مارسيل كولر، عايز يكون هو الفعل، بس لما راح لعب قدام صن داونز عمل ايه؟ قفل المساحات وضيق وتعادل معاهم مثلا بضربه ثابته او بضربه ركنيه لياسر ابراهيم. برضو كان مثلا كارتيرون اللي كان مدرب السابق كان سيء جدا في الدوري، بس كارتيرون كان مميز في حته المباريات النوك اوت الذهاب والاياب، قدر يوصل بجيل نوعا ما كانش قوي قوي وصل بيه نهائي. برضو بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي هم متمرسين في افريقيا، فكان بيعرف يحافظ الفرق وازاي تلعب، فدي محتاجين شغل شويه لسه. مارسيل كولر محتاج يكتسب الخبرات دي. الحاجه الثانيه ان احنا اتكلمنا ان النادي الاهلي بيعاني من بعض المشاكل الدفاعيه في الفتره الاخيره نتيجه تتابع الماتشات والارهاق. خلي بال حضرتك ان في نقطه مفيش حد اتكلم فيها كتير، نقطه مباراه المقاولين. معلش يعني مع الاحترام لكامل للرابطه، كان لازم يتم تاجيل المباراه دي. المباراه دي كانت واحده من ضمن الاسباب اللي ادت الى ارهاق لعيبه النادي الاهلي. انت الناس هتقول لك اصل في اوروبا بيسافروا وبيلعبوا سات. في اوروبا غير في افريقيا، انت هنا بتسافر 8 و9 ساعات طيران، بتتبهدل في الطيران فعلا. فكان لازم الرابطه مع احترامي من الكامل ليهم ان هم كان لازم يساعد. ما فيش حاجه اسمها اصل انا هستنى من مباراه النوك اوت عشان ااجل، لا كان لازم تاجل المباراه دي، خاصه ان المباراه دي كانت مهمه للنادي الاهلي في تحديد مصير البطوله. مش يعني لما تخرجني من دور المجموعات وبقى انا استفدت ايه؟ كان لازم يتم التاجيل، دي واحده من الحاجات. ما كانش لسه نوعا ما عندنا تهيئه، الاستعداد للمباراه ما كانتش احسن حاجه بصراحه. حتى في تصريحات محمد الشناوي في بدايه المباراه او قبل المباراه ما كانتش احسن حاجه. لكن بشوف زي ما قلت لحضرتك ان مارسيل كولر نوعا ما ادار المباراه بطريقه، او ما كانش، كان يوم احنا ما كناش موفقين سواء من اللعيبه من الجهاز الفني بالكامل. لازم ننسى المباراه دي ونبني على اللي جاي، خلاص اللي حصل حصل، مش هنقعد بقى نطلع السكاكين ونقطع ونعمل، لا خلاص اللي حصل حصل، لازم نبني في اللي جاي. ما ممكن نصعد في الاخر، ايه اللي يعني بعد ده كله ممكن النهاردة نصعد؟ النهارده قلت انا نفسي في سيناريو تخيلي لو انا لعيب بلعب في الفرقه دي، هبقى بنام وبصحى على حاجه واحده، ان انا اكسب القط والسبت يحصل نتيجه ايجابيه في صالح النادي الاهلي، ثم المباراه اللي بعدها اكسب الهلال بفرق 2، ثم الادوار بقى تتوالى، ربنا يكرمني في كل الادوار والعب صن داونز في المباراه النهائيه. لو انا لعيب، لو انا لعيب كوره وبلعب في النادي الاهلي في الجيل ده وحصل معايا كده، الحمد لله عمره ما حصل معايا، لكن لو انا كنت بلعب هبقى ده تفكيري. صح. ان انا استنى للمباراه النهائيه ان انا يكون معايا صن داونز والعبه هنا وهناك. وجهه نظري يعني. عايز اقول حاجه برضو على مارسيل كولر، طبعا سيناريو تخيلي يعني. صح. انا بحكي يعني. صح. لو انا بلعب اتمنى ان احنا نصعد باذن الله كل الدعم لمارسيل كولر. عايز بس اوجه الحته دي في ليه؟ ممكن مش كل ما يجي مثلا مدرب يخسر هنزوم عليه ونمشيه، احنا كده مش هيبقى عندنا قوام، مش هيبقى عندنا. ممكن المدرب يكتسب خبرات، انت عندك طبعا في اداره بتقيم وفي لجنه كوره بتقيم، انت عندك كذا بطوله، الراجل ماشي في الدوري كويس، محقق ارقام كويسه وبلا هزيمه في الدوري، في السوبر المصري اخدناه، عندنا لسه بطولتين كاس مصر وعندنا سوبر. حتى لو لا قدر الله ما حصلش نصيب وما كملناش في بطوله افريقيا، لازم ان انت تستنى لنهايه الموسم تشوف الراجل، ما ممكن يكون لسه بيكتسب خبرات، لسه بيتعرف على افريقيا اول ما جه، فلسه عنده 2 كاس وعنده سوبر ودوري، ممكن خدت البطولات دي كلها تبني للسنه الجايه، تشوف ايه اللي ناقصك، ايه الاخطاء الموجوده وتصلحها. لكن مش كل مدرب يجي كده مش هيبقى عندنا هويه، لازم يبقى في ثبات في الـ تدي له فرصته كامله. فهو الراجل على فكره هو لعب 31 ماتش، كسب بالارقام اهي، كسب 21 مباراه وتعادل 6 وخسر 4، يعني خسر من الهلال وصن داونز والريال وفلامينجو، مسجلين 60 هدف و28 استقبلنا 28. فانت لازم ان احنا في الفتره دي المطلوب ان انت تدعم المدير الفني، تحميه من الاعلام، لان الاعلام في الفتره الاخيره ده هنتكلم في النقطه دي مهمه جدا، الاعلام ممكن يوديك في سكه تانيه خالص. الاعلام هو اخطر مشكله بتواجه النادي الاهلي في الفتره الاخيره بشوفها، هو الاعلام، بعض الاعلاميين وبعض الصحفيين، الاعلام الرياضي في بعض القنوات المحايده. ليه؟ لان ممكن يوجه الراي العام لحاجه تضرك، تضر النادي الاهلي، زي ما حصل قبل كده في موضوع مثلا موسيماني هو اللي طلب الرحيل وتم الاعلان كده، بس كان من ضمن الاسباب اصل هو بيلعب كره وحشه، اصل هو ما بيكسبش الدوري، اصل هو ما بيمرنش اللعيبه. بدأت تطلع النغمات دي فبدأت الناس تكررها. كذلك برضو موضوع بدري بانون، الناس برضو قعدت تتكلم في الإعلام، أصل بدري بانون راح سلم على الرجاء. خلي بالكوا إن الإعلام ممكن يوجه
الناس او البعض الاعلاميين والصحفيين الموجودين ممكن يوجهوا الناس للراي العام لبعض الحاجات بدات تحصل دلوقتي ضد مجلس الاداره او ضد مثلا كابتن محمود الخطيب. ما هو كابتن محمود الخطيب ده هو اللي زي ما انت بتشيد بيه زي ما انت بتنتقده كنت لازم تشيد بيه لما حقق الانجازات دي. يعني هو الراجل مثلا مش احنا واصلين 3 كاس عام للانديه ورا بعض ووصلنا الرابعه دلوقتي في عهد الكابتن محمود الخطيب؟ يبقى لازم الناس في اخطاء والناس عارفه كده ان في اخطاء، بس برضو خلي بالكم ان في بعض ده اللي انا بتكلم فيه، ان ممكن بعض التوجيهات تحصل او بعض الحاجات التوجه يبقى ضد الكابتن ضد الحاجات دي. زي ما حصل يعني انا بقول لك فجاه من بعد المباراه يا كريم، ولقيت ان بعد ما اسمع رايك يعني لقيت انه الناس رايحه في اتجاه انه يا جماعه بصوا بقى سان داونز دول عبقره سكاوتنج على اعلى مستوى ومش عارف مين على اعلى ايه وحقهم، والناس بتجتهد وكلنا يعني انا شخصيا مبسوط بتجربه سان داونز واللي بيعمله كنادي في افريقيا يعني. ولكن فانا لما من كتر ما بسمع الكلام ده على راي احمد وبسمعه في الاعلام يعني في الراديو في التلفزيون في كل حته، فجبت ورقه وقلم وبدات اكتب. هو النادي الاهلي اخر 10 سنين، مش هقول اخر 20، اخر 10 سنين خد كام بطوله؟ ونادي سان داونز اللي عنده كذا وكذا لا وكذا طبعا في تفوق. ففوجئت او مش فوجئت، انا كنت متاكد ولكن قلت بالارقام لقيت ان النادي الاهلي يعني لا يمكن مقارنه النادي الاهلي باي حد بدون شك في النادي الاهلي. لكن ده انا اسف معلش اكمل الجمله واسيبك تتكلم، لان لكن ده مش معناه ان احنا ما عندناش اخطاء برضه عشان ما حدش يفهم كلامي غلط. بص كابتن اسلام، هي المشكله او في وجهه نظري الكارثه في الخماسيه دي ان هي مش الاولى، هي دي الازمه اللي احنا فيها، هي دي ده اللي احنا لازم نقف عنده، ان الخماسيه دي الثانيه خلال 4 سنوات. وما دام نتيجه كبيره زي دي بتتكرر خلال 4 سنوات. احنا اتغلبنا فرق 3 بس. نعم؟ اتغلبنا فرق 3. لا احنا ما بنقولش احنا الكلام ده، انا ما بقولش الكلام ده والله. ولا انا عمري ما اقول الكلام ده. للاسف احنا لازم نعترف ان احنا لم نتعلم من الخساره الاولى. في رد فعل حصل طبعا واللعيبه عملوا شيء جيد، وطبعا والاداره عملت شيء جيد في ان الفريق كسب. ما هو برضه اللي بيقيم لازم يقيم ايجابيات ويقيم سلبيات عشان تبقى الدنيا واضحه عشان كان يبين ما فيش اغراض. ولكن في وجهه نظري الزعل الشديد بعد الخماسيه الثانيه مبرر لاقصى درجه. ليه تاني مره خلال 4 سنوات؟ ولا يصح لا يصح ان النادي الاهلي يخسر 5 اهداف من نفس الفريق بنفس الاسلوب بنفس السيناريو. وانت يا كابتن طبعا اكيد عارف النتائج الكبيره دي ما نقدرش نرجعها للاسباب الفنيه فقط في الملعب. ده انت لما بتلعب ومتاخر ولابس الجيرسي بتاع النادي او تيشرت النادي الاهلي ومتاخر بهدف، ده انت بتموت نفسك، المغلوب ده اصلا ما ينفعش اتغلب. فمفروض كان انا عايز اتكلم عن نقطتين مهمين جدا ولازم نقف عندهم كتير. بعيدا عن كل اي شيء حصل في المواسم الماضيه، المؤكد ان احنا مع اكثر من مدير فني مختلف ما عدا رينيه فايلر، هستثني رينيه فايلر، ما كانش فيه استمراريه في الانتصارات. وعدم الاستمراريه في النتائج الايجابيه، بتكلم على البطولات بشكل عام، عدم الاستمراريه بيرجع لامور كتيره اهمها الشغف عند اللاعبين، تجديد الدوافع. وطبعا حضرتك طبعا اكيد كنت حاضر جيل بتاع جوزيه، وجوزيه كان كثير جدا 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 الحديث عن تجديد الدوافع. تجديد الدوافع مش بس بيبقى من الجهاز الفني، لا ده من اللعيبه نفسها. فكره ان احنا النهارده بنمشي على سطر ونسيب سطر ونمشي على سطر ونسيب سطر، ولما بيحصل انا عملت احصائيه كده لقيت ان اللعيبه دايما في الاوقات اللي بتتضغط فيها بسبب نتيجه سلبيه على طول بيحصل الماتش اللي وراه نتيجه ايجابيه، هوب تبدا الدنيا تهدى، هوب يبدا تحصل نتيجه سلبيه، هوب نب وحاجة. ولكن لا معلش لا. النقطه دي تحديدا كويس ان انت فتحتها لانها نقطه مهمه. ايام فايلر تحديدا انت بتقول بستثني فايلر. طبعا بستثني طبعا. ايام فايلر تحديدا انا ما عملتش سيرش عن الامر، ولكن اللي انا فاكره ان انت بتلعب على مباريات اقل بنسبه كبيره جدا. جدا بنسبه كبيره، مش هقول كام في الميه لغايه لما هقراها برضو هقول لك. لكن بنسبه كبيره عن دلوقتي. يعني في ايام فايلر لو بتلعب 10 مباريات في السنه. انت النهارده بتلعب 16 مباراه في السنه، مع العلم ان ايام فايلر
الوقت اللي كنت بتلعب فيه على الاقل برضو كان 4 ايام. نعم. انت دلوقتي اتحط لك مباريات كاس عالم لم تكن في الحسبان. صحيح. اتحطت لك وما بين سفر رايح جاي، انا لا ابرر ولكن انا بقول ان الارهاق والتعب هو اللي بيودينا لردة الفعل اللي انت بتتكلم عليها دي من وجهة نظر. بس في نقطة مهمة، ان احنا السنة اللي فاتت اشدنا بقرار مجلس الادارة لما فضل راحة نجوم الفريق في نهاية الموسم، وبالتالي اداهم راحة سلبية، وبالتالي هو ده قرر كمل بس النقطة دي. فضل. هو ده اللي ادى مجلس او ادى اللاعبين الفرصة ان هم يقدروا يعملوا في الدوري وفي الكاس. ان انت واصل، ان انت دلوقتي الحمد لله والشكر لله تمام، عندك فارق جيد وليس فارق يعني صحيح كبير. احنا لسه مش عارفين الدوري فريق ماشي كويس، دوري فريق ماشي كويس، بتاع ماشي كويس وشيء جيد. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي لو تبص الفتره الاولى كانت اللعيبه مريحه جايه من راحه، وبالتالي قعدت 3 شهور تقريبا او 4 اكتر كمان، 9 و10 و11 و12 و1 و2، لا حوالي 5 شهور او 6 شهور تلعب كل 3 ايام مباراه. انا كل ده مش مختلف عليه، ولكن مجلس الاداره خد طواعية قرار بالتخلي عن الدوري، وكلنا وصفنا ان هو تاريخي السنه اللي فاتت، وكلنا اشدنا بهذا القرار في اكثر من مناسبه. صحيح. فبالتالي انا يفترض ان انا الاقي رد فعل لهذا القرار، طالما ان انا اوريدي في بطوله انا خسرتها وكان في احتماليه حتى لو 1% ان انا انافس فيها، بس ايا كان المفروض ده بيرتد ليا في الموسم التالي. الحاجه التانيه اللي عايز اتكلم فيها يا كابتن اسلام، وهي مهمه جدا 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 خاصه باللاعبين. اللاعبين لازم يفهموا ان في حاجات لما بتحصل لازم هم على المستوى الشخصي يتعلموا منها. بمعنى انا بتكلم عن مجموعه اللي حضرت الخماسيه الاولى في بريتوريا بنفس الظروف بنفس السيناريوهات بنفس كل حاجه، واضح جدا 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 ان احنا على المستوى البدني ربما ما كناش في افضل شيء، باستثناء الوحيد اللي فعلا في الجميع اشاد بيه بيرسيتا، وكان حاله استثنائيه في المباراه دي. فكان لازم ان اللعيبه فعلا يبقى في ردود افعال فرديه بعيدا عن ردود الافعال الجماعيه او الفنيه. ان انا النهارده وكل كباتن مصر، كل كباتن مصر عارفين الكلام ده، اي ببساطه بيحصل تجميع للعيبه داخل الملعب، يا جماعه احنا محتاجين نقف على رجلينا الحبه دول، يا جماعه احنا للاسف انا ما شفتش ما شفناش ده خلاص. احنا النهارده يوم الاربعاء، خبرات برضو خلي بالك، ما هو انت انا كخبرات، انا كاسلام مثلا لما كنت الاقي نفسي مش قادر ومش قادر ارفع الاوفر، اسمع هفكرها بماتش، هفكرها بماتش ماتش الاهلي واسك ابيجان. اه لا ده قصه ثانيه. اياب رغم ان احنا جبنا جول في الشوط الاول بفلافيو متقدمين 1-0 وفي مصر كسبانين 2-0، الشوط الثاني اسك، وطبعا هناك انا اسف يعني الظروف كانت صعبه جدا جدا يعني انا اسف يعني وصيام ابيجان يعني اصعب بكتير من جنوب افريقيا وصيام يعني وصيام بالظبط، ولسافر كوت ديفوار يعني عارف هذه الامور. ف اسك والله يعني لعب علينا جيم 35 دقيقه، جابوا هدفين في 5 دقائق تقريبا، واحنا خفنا ان الموضوع يبدا يفك. ببساطه بدانا نشوف اللعيبه ثابته، خلاص يا جماعه احنا ممكن ما نهاجمش، هنقف، هو ده هنقف، هنقف هو ده هنقف عشان الموضوع ما يفتحش. بس انا تاني انا قلت اللي جوايا وقلت اللي في نفسي، احنا النهارده يوم الاربعاء، رياضيا ما زال النادي الاهلي يمتلك الحظوظ في التاهل للدور القادم ان شاء الله طبعا، لكن ما بقاش الموضوع بايدنا، ويتبقى طبعا ان احنا نتمنى الـ 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 الروح الرياضيه في اللعب، ونتمنى الشفافيه الرياضيه، ونتمنى يعني ان الدنيا تمشي كويس، واحنا برضو نعمل اللي علينا. خلي بالك انا عندنا ماتشين متاكدين. نعم. معرفش ليه احنا ان سان داونز هيلعب بشفافيه في الاخر او بروح رياضيه. انا بتمنى مش شخص في الاخر برضو عشان يبقى المسؤوليه على اللعيبه تفهم، حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لناش ان احنا نتاهل، يجب لزاما عليك انك يوم الجمعه تقدم مستوى منافي للي انت قدمته قبل كده. يجب انك تعرف مش كل المباريات، عشان بس في حته مهمه جدا في الكره الحديثه على فكره، مش كل المباريات بتتكسب بتعليمات جهاز فني. ده مش في الرياضه، ده اللي انا عايز اقوله. انا اسف يعني اول يعني عشان نتكلم بصراحه، وانا يعني اللي يفهم الكلام ده بقى اللي لابس شورت ونزل الملعب او اي رياضي، مش كل الماتشات انت مستني الورقه من المدير الفني اللي هيعرفك تكسب بيها ازاي، مع كامل احترامي لا في مباريات اللعيبه هي بتكسب. يورجن كلوب في المباراه السابقه لما كسب مانشستر يونايتد 7-0، نعم،
فقال ان انا سمعت محمد صلاح لما بقول له خلاص هدوا اللعب وكده، سمع هو المدير الفني بيقول هذا الكلام على لاعب عنده، ان هو محمد صلاح بيقول للعيبه يعني خلينا نركز ونجيب اجوان اكتر وسيبكم ما قالش ده تاريخ المدرب. ده تاريخ بيتكتب، لان ده تاريخ بيتكتب، ده المدرب او المدير الفني بيقول هذا الكلام على لاعب عنده وكان مبسوط بيه، وهو مبسوط بيه يعني هو بيتكلم الكلام ده مش بينتقد صلاح، ده مبسوط بيه. الله ينور عليك. فالنقطه يا كابتن سامي، انا ليه استشهدت بمباراه اسك؟ مباراه اسك دي والله 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 انا كان ساعتها يعني كان من شغلانتي استقبلت البعثه في مطار القاهره، اقسم بالله العظيم هذا الرجل اللي قاعد قدامكم المذيع والله اقسم بالله العظيم احنا ما كنا مصدقين وشه. وشه كان يعني راجع بتعب شديد. مع كامل احترامي، مع كامل احترامي، استحاله يعني استحاله هيكون الجهد البدني اللي اتعمل من الدقيقه، اتفرجوا على ملخص الماتش ده هتلاقوه على اليوتيوب، استحاله حد يعتقد ان الجهاز الفني بره ادى اوامر للعيبه داخل الملعب ان هم يستقتلوا، لا خالص، ده بيبقى دافع من اللاعب، ده دافع وقرار ذاتي بحت اتاخد، لان بكل احترام احنا مش زي السله يا كابتن اسلام وزي كره اليد، ما عندناش وقت مستقطع، فاهم قصدي؟ ما عندناش احنا ممكن بنقف خمس دقايق نشرب كوبايه ميه في الحر، انما بكل امانه بكل امانه على لعيبه النادي الاهلي مراجعه انفسهم، انا مع ثابت جدا جدا في اللي قاله، كل الدعم للجهاز الفني والكولر، كولر قدم افكار حلوه، كولر قدم حاجات كويسه بدايه الموسم، يجب مراجعه حاجات كتيره خاصه باللاعبين. اتمنى ان احنا نشوف ان يكون نفس الموقف اللي تعرضنا له في الخماسيه الاولى، وبعد كده اللعيبه وعدت برد الاعتبار وفعلا حصل وكسبوا بطولتين بعديها، نتمنى هذا الامر. واكيد احنا كلنا النهارده بعد الخبر اللي احنا يعني فرحانين بيه كده، ايه فرحانين بيه خفافي بصراحه كل امانه، انا محدش ما يعني احنا ما زال النتيجه في اذهاننا كل امانه، اي ستظل ستظل بصراحه لما تتصلح خالص. بس خبر يا كابتن اسلام ان احنا النهارده ان شاء الله باذن واحد احد النادي الاهلي سيشارك في اول نسخه لكاس العالم شبيهه لكاس العالم الكبير، 32 فريق، يعني مليون في الميه، مليون في الميه انت في مجموعتك في فريق اوروبي، مليون في الميه، يعني هنلعب ليفل تاني خالص، مختلف تماما. فاعتقد ان احنا ان شاء الله السنه دي هنبقى في سنه تحول وتغير في قطاع الكره بالنادي الاهلي. هو ده الكلام. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل كيف يلعب نادي الاهلي امام القطن الكاميروني من خلال احمد ثابت وكريم سعيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. شايف مباراه القطن ازاي؟ مباراه القطن طبعا مهمه جدا جدا، لازم في حاجتين، اول حاجه لازم نكون عارفين ان مكسب مباراه القطن ده هيصدر الضغط على المباراه الثانيه. احنا على فكره عندنا ميزه ان احنا هنلعب يوم الجمعه عن السبت، دي ميزه لصالحنا، لان انت لما تكسب بتصدر الضغط في مباراه الهلال وصن داونز، دي مهمه جدا. ان شاء الله ان شاء الله لو كسبت وحصل تعادل في المباراه الثانيه يبقى خلاص تكسب الهلال هنا 2-0 تضمن الصعود، فلازم دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان لازم اللعيبه والجهاز الفني يكونوا عارفين ان هم لازم يصالحوا جماهير النادي الاهلي في المباراه دي. انا شايف ان دي رقم واحد، يعني دي مهمه جدا، دي من الاساسيات. يعني عايز اتكلم برضو في نقطه يا كابتن اسلام حضرتك فتحتها، فكره مقارنه النادي الاهلي، بعض البرامج شفتها بتقارن الاهلي بصن داونز. مش ممكن، انا مش عارف يا جماعه احنا النادي الاهلي بيقارنه بايه؟ صن داونز بيقدم كره محترمه، فريق محترم واداره محترمه وعاملين شغل محترم، كسبونا يا عم ما فيش مشكله، وعندهم سكاوتنج، بيقول لك اصل هم عندهم سكاوتنج، اصل هم عندهم مش عارف 24 في الجهاز الفني، كل ده حاجه محترمه، حاجه كويسه ان يبقى عندك سكاوتنج. خدوا ايه؟ ما هم من 2017 من 2016 ما وصلوش نهائي، من 2016 احنا في النادي الاهلي في اخر 6 سنين واصلين 5 نهائيات. فانت بتقارن بيه؟ النادي الاهلي لما اخذ 10 بطولات ما كانش عنده الكلام ده يعني، بس دي حاجات برضو مهمه وضروريه النادي الاهلي شغال عليها وبيعمل فريق سكاوتنج موجود دلوقتي وشغال على الحاجات ديت، ولكن ده مش يعني ان انت تقارن الاهلي بصن داونز، دي حاجه يعني كارثه. انت بتعمل ايه؟ ده احنا النادي الاهلي يا جماعه، بتقارنه تاريخ ايه بايه؟ يعني ما توصلش للدرجات دي، 10 بطولات وبطوله، فاهم؟ اصل يعني لا بيقارنوا محسين ان صن داونز ده مثلا منتخب هايلين ورائعين وجيدين، ويعني ناس بتعرف تفكر وناس عندها فكر متطور والكلام الحلو الجميل اللي هو بتاع ال، بس لا يقارنوا مع الفكره يا كابتن اسلام ان يعني طبعا المقارنه ما بين الاهلي وصن داونز صعبه جدا ان احنا نقارن ناديين، يعني ده فعليا مستحيل. ربما الناس كانت تقصد
ان سان داونز يعني على شكل او اداره او سياسه الفريق الكوره خلال السنوات الاخيره ماشيين بنظام اوروبي. احنا نتمنى ان النادي الاهلي نشوفه زي ده. وانا اتمنى لو ضل مقصد معلش. لو ضل لا مش قصدي لو ضل مقصد احنا اكيد اصل خلي بالك طول عمرنا بنتعلم الكويس كابتن اسلام يعني الاهلي دايما وخلي بالك النادي الاهلي دايما سباق في مصر يعني دايما طبعا. على طول التاريخ النادي الاهلي كان هو اللي بيشوف ايه افضل او احدث حاجه حصلت ويبدا ياخد. فانا اعتقد ربما تكون هذه هي النوايا يعني. بس مفيش نادي في افريقيا اولا انا ما فهمتوش بالمعنى ده لان انا سمعت تقريبا كل ما اقعد في العربيه افتح الراديو اسمع الكلمتين دول اقعد يقول لك النادي الاهلي يتعال النادي الاهلي ايه اللي يتعلم ده طبعا لا عيب الكلمه يعني طبعا شوفوا معلش لك شوفوا من سان داونز كده بيعمل ايه. مع احترامي لسان داونز كل نادي وله امكانياته وكل نادي له طريقه شغل. لا وفي حاجه ثانيه مهمه جدا سان داونز لا يتعرض للضغوطات زي الاهلي لا يتعرض برافو عليك ده انا دي ما قلتهاش لا بدليل ان النادي لما احتاج جمهوره في الملعب خلاها فور فري وعمل حفله. النادي الاهلي لو بكره الصبح الجهات الامنيه مشكوره خدت قرار بفتح المدرجات ب 70 و 80000 جنيه والتذكره بفلوس الناس هتدفع. لا في فرق ما بين منظومه الاهلي ومنظومه صن داونز. طبعا مليون احنا لسنا متكبرين واحنا مش مغرورين لا احنا لينا احنا بنشوف الاحسن وبناخد الحاجات الحديثه ونعمل ابجريد ده طبعا في منظومه الاهلي. ولكن ما تحطش راسي في بالعوامل بتاعتي باي حد لمجرد ان انا عندي سقوط واحنا عارفين سبب السقوط بتاعنا وقادرين ان احنا نعالجه ان لم نكن في طريقنا بالفعل. طبعا دي كلمه انا بقولها طبعًا. ان لم نكن بطريقنا بالفعل في تغيرات قد تحدث. انا ما عنديش معلومه ولكن انا بقول بشكل عام اللي انا شفته في النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت. قبل ما نتكلم بس في التشكيل او في المباراه في نقطتين برضو كمان. النقطه الاولانيه نقطه انا شايفها ان دي محتاجين نبص عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي محتاج يبص عليها. في اتنين لعيبه مهمين جدا انت محتاجهم في الفتره دي لو في اي يعني في القناه لو في اي مشكله في اي حاجه لازم يتم حلها. ايمن اشرف وسافيو. ايمن اشرف واحد من الحلول لازم يتم القعده مع ايمن اشرف ما بين الراجل وهو دي وجهه نظري ان لازم يتم القعده بحيث لو في اي حاجه لازم تتحل لان ايمن اشرف هيديك حل مهم. اعتقد انه يعني المفروض او من المفترض ان في بطوله الرابطه اعتقد يعني من الممكن ان نرى لان ايمن اشرف يا كابتن اسلام كان هيديك حل بديل لمعلول يقدر يريحه. طبعا محمد اشرف كويس ولكن ايمن عنده القدرات الدفاعيه لعيب دولي عنده خبره عنده شخصيه الاهلي فيقدر يديك حل مهم في الحته دي. سافيو انا برضو في نقطة بمناسبة المحترفين البعض اتكلم في الفترة الأخيرة ما هو بقى تفتح بقى تلاقي ايه كل حاجة أي نقد في أي نقد يقول لك المحترفين والأهلي مش عارف يجيب محترفين ايه يا جدعان ده علي معلول ده الناس كلها بتتكلم عليه إنه مش محتاج ناس ده هو من بقى خلاص ده هو جايب 30 جون في الدوري قرب يوصل لفلافيو اللي هو الهداف التاريخي لنادي الأهلي في الأفارقة وباك شمال ديانج كان جاي له عرض ب 5 و6 مليون دولار والنادي الأهلي طالب فيه 6 مليون دولار يعني أنت بتتكلم في لعيب دبابة أصلا في وسط الملعب ده ديانج. عندك كريستو هيروح منتخب تونس الاول قريب في تم استدعائه في المنتخب الاول هو كريستو اللي لسه جاي لسه ما عملش حاجه مع النادي الاهلي ده كريستو. مين كمان عندنا سافيو لسه في لما يلعب وبرده يتعمل قاعده معاه وتقدر ان انت تستغله في حتى سافيو لما جه جاب جون في السوبر وكان ماشي كويس. مين كمان بيرسي تاو كان احسن لاعب في مباراه سان داونز ولعيبه بيتصاب عنده مشكله الاصابات ولكن في مباراه سان داونز لما لعب كان مؤثر. احمد جندوزي اول ما بدا كان ماشي كويس ولعيب كويس ولعيب برومسنج هايل جدا. فانت فين الصفقات حتى لو واحد فيهم وحش مثلا يعني هو انت طبيعي ان انت لما تجيب 5 أو 6 اكيد واحد فيهم مثلا هيبقى يعني مش موفق قوي طبيعي ان 4 هينجحوا. انا لما بجيب 10 صفقات وينجح 8 دي حاجه كويسه. ما فيش نادي في العالم بيجيب 10 صفقات ال10 هينجحوا ما فيش كده. انت على الاقل بينجح 5 من 10 هناك في ظروف كتيره جدا يعني ممكن مش كل اللعيبه يا كابتن هتستحمل الضغوط بالظبط لا غير كده ممكن اللغه تكون مختلفه في ناس ممكن الانجليزي بتاعها ما بتعرفش تتكلم انجليزي فبتبقى الدنيا صعبه عليها بتتعود على امور تانية في حاجات كتيره حتى جدا حتى سافيو لما جه جابوا له مدرس يعلمه اللغه دي فدي محتاجه لسه في بعض الاجواء وبعض التاقلم فدي نقطه مهمه نحن نتكلم فيها. نقطه كمان نقطه الشناوي مش عايز الناس الشناوي غلط ممكن يكون مش موفق او عنده بعض الاخطاء. طب ما احنا شفنا برضو مباراه ريال مدريد وليفربول الاولانيه
الجون هنا أليسون والجون هنا كورتوا، عمل غلطة سهلة جابت كورتوا غلط بظا لمحمد صلاح، والتاني برضو بظا مبظا إجوان. يعني كل الحراس بتغلط، ما ينفعش ننسى برضو معلش إن الشناوي واحد من الناس اللي ضحت بعروض كتير كويسة. النادي الأهلي طبعا هو اللي بيضيف لأي حد، ولكن الشناوي برضو كابتن من الكباتن اللي احنا لازم نحميها. ما ينفعش إن حد مثلا يقول لك الماتش الجاي لازم يقعد، أو علي لطفي واحد من الحراس الممتازه الواعده، بس انا بشوف ان مباراه افريقيا حتى لو الراجل قرر ان علي لطفي يبدا، بس الشناوي لازم نحميه يا جماعه، لازم الشناوي برضو، مش عايز الناس تبقى نقد نقد نقد، لازم برضو تحمي واحد من الحراس، لان انت عندك لنهايه الموسم. طبعا طبعا الجمهور من حقه ان هو ينتقد او يعني يقول اللي هو شايفه، لان الجمهور زي ما قلت دايما وزي ما بقول ان هو العنصر الوحيد في المنظومه اللي بيطلع من جيبه يحط طبعا عشان يجي يتفرج عليك، ولكن قد تكون بعض الامور غايبه شويه. الناس زعلانه، الناس زعلانه، نشرح الحاجات دي واحده واحده وقت لما توصل. الشناوي لعيب كبير ونجم كبير، مهما تقال هيفضل محمد الشناوي. الناس من حقها تزعل طبعا، انقذ النادي الاهلي في كثير من المباريات اللي هو دوره ان هو يعمل كده، ولكن واحده واحده مع الايام القادمه مع عوده الشناوي بشكل كالعاده، يعني زي ما بنشوف الشناوي بيخطئ وبعدين يرجع افضل من الاول، هتلاقي واحدة واحدة الناس كلها رجعت تاني تقول الشناوي الشناوي. بالعكس كمان لما يبقى عندك كمان حارس تاني للشناوي طبعا، انت جايبه له بيعمل منافسة، دي حاجة مهمة. الناس اتكلمت عصام نادر السيد، كابتن عصام الحضري وكابتن جابوا له كابتن نادر السيد، بيبقى بيعمل منافسة. اسلام لازم، عايز الناس تفهمها عشان برضو الناس لازم تبقى واخدة بالها كويس قوي من الخطاب اللي الجمهور بيوديه والإعلام بيوديه والخطاب اللي من داخل النادي المسؤولين بيودوه للعيبة. صحيح. ما ينفعش بنفس الخطاب، مش بس نبقى واضحين مع بعض، عشان دي بتعمل زي ايه؟ بتعمل زي دربكه عند الناس. مثلا هدي مثلا بسيط قوي، بعد ماتش الخمسه طبيعي جدا 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 ان رد فعل الجمهور وحتى الاعلام على مختلف اشكاله، ولكن برضه كلام منطقي، ما اقولش ان مش قصدي بس هتلاقي ان في هجمه. ما تنتظرش من مسؤولين نفس الخطاب بتاعك. برافو عليك. لا برافو عليك. يعني مثلا هديكم مثلا، انا مدير فني ممكن اعنف اللاعبين لكن ما اقدرش اكسرهم. ليه؟ دول ادواتي اللي بلعب بيها لنهايه الموسم. انا مش بقول لك اعمل زي، ما تعملش زي، بس ما تنتظرش مني ان انا اعمل زيك. صح، عشان بس نبقى واضحين مع بعض. المايك بتاعك غير المايك. انت حر. صح. والجمهور يقول هو زي ما عايزه. اللي هي فني برضو، انا اسف، اللي لعب رياضه. ليه؟ وانت بتأنب لكن ما تدغدغش، لازم تحافظ، لان لسه عندي موسم. صح. حتى ايفن انا اسف، يعني النادي الاهلي في تاريخه يا ما خسرنا ويا ما هنخسر. يعني مشكلتنا في هزيمه الخمسه ان احنا نخسر بالشكل ده بالظبط، يوم ممنوع احنا نخسر بعد ما التيشيرتات دي تتقطع. ده الاهلي، ده اللي نعرفه، ده اللي احنا بصراحه تربينا عليه. لكن المفروض ان الجمهور ما ينتظرش من المسؤولين والناس اللي في داخل المطبخ انهم يتكلموا بنفس لسان الجمهور. دي مش الإدارة الرياضية، ده ما ينفعش. لازم اللعيبة يتم احتوائها او يتم، مش بلاش كلمة احتواء دي، يجب يتم معاملتها في مثل هذه الظروف بأسلوب معين انت مالكش دعوة بيه. ومش مفترض كمان، على فكرة مش مفترض انك تخش تشوفه، لا، ده داخل الاوضه هو المفروض ان يتم التحدث بشكل معين، واتفق مع السابق يتم الحفاظ على اللاعبين، ان ده القوام الاساسي لغايه لما نوصل لنهايه المشوار ويحدث تقييم خاص بقى بيديروا قطاع الكره وياخدوا القرارات عشان ما نكررش اخطاء الموسم المنتهي. هو ده النظام بتاع الاهلي طول الوقت. بس كنت حابب حد يعرف. برافو. لا هايل. حد يعرف مثلا كان جوزي بيعمل ايه في ابو تريكا ولا في بركات ولا فيا ولا في شادي؟ لا طب احنا قلنا الكلام ده بعد ما بطلنا. لكن جوزي في قدام الاعلام بيحميكم، بيطلع في الاعلام بيحمي كل واحد فينا، يقول لك ده اسلام ده احسن واحد عندي، وبركات ده احسن واحد مش عارف ايه، وده وابو تريكا ده ايه وده ايه وده ايه، كان بيقول كده على طول. لكن احنا واحنا في البتاع كلنا خدنا، يعني في حاجه اسمها صفرين، مفيش حاجه اسمها صفرين في الدنيا. لا انت كنت ساعات بتاخد بركات، ده كان بياخد صفرين على طول، جاب جونين، جاب ثلاثه، جاب خمسه، كان بياخد صفرين على طول، وكان بيعملها بايده الصغيره، يعني بيعمل ايده كده اللي هي، يعني انت فاهم، هو الصفر زيرو. ما بيعملش كده الصفر، لا يعملها كده اللي هو ده الزيرو. طب يا عم ما تعمل، لا هو عايز كده، يقول له انت 2 زيرو، يعني 2 زيرو ده ما، يعني ما فيش حد بيعمل. ابو تريكه خد 20 زيرو قبل كده. انا قصدي اقول ان الحاجات دي بتحصل داخل الغرف المغرقه، لكن لما بيطلع بره بيقول لك لا، ده الناس دي، لان هم ده بالفعل دي فرقته وادواته.
تشكيل الاهلي الافضل لمباراه القطن من وجهه نظري. انا شايف ان الاهلي محتاج في الفتره الاخيره بكرارة تاني لازم نحاول نفكر نلعب بثلاثه ورا، ثلاثه ورا خاصه مع ضغط المباريات الكتير ومع الارهاق الكتير، وعندنا مشكله دفاعيه في العمق الدفاعي وعندنا مشكله في المساحات اللي في ظهر الباكين سواء هاني او معلول. عشان كده الافضل من وجهه نظري التشكيل محمد الشناوي. انا عايز احافظ على الشناوي بصراحه، ممكن ادي فرصه لعلي لطفي في الدوري، لكن في افريقيا انا شايف ان احنا نكمل بالشناوي عشان احافظ عليه ما احرقوش. حمدي فتحي ما بين الاثنين المساكين، خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم. خالد عبد الفتاح هو اللي هيبقى المساك ناحيه اليمين، يدي اريحيه لهاني ان هو ينطلق. كذلك محمد عبد المنعم هينطلق ورا علي معلول، يرحل ورا معلول، فعلي معلول يقدر يهاجم باريحيه شويه، عكس برضه بيغطي المساحه اللي في ظهره اللي هي في الفتره الاخيره فيها نوعا ما مشكله. كذلك المساحه اللي في ظهر هاني يقدر يغطيها خالد عبد الفتاح. الاثنين اللي في وسط الملعب انا شايف ان احنا محتاجين نريح ديانج شويه، ديانج في الفتره الاخيره محتاجين نحميه. بيعمل تمريرات كتير خطا، عنده بعض ممكن يكون مرهق، ممكن يكون عنده مشاكل في حاجات معينه. انا شايف ان لازم مروان عطيه ما كانش ينفع ما يبداش المباراه اللي فاتت، وكان المفروض يكون اول تغييره، لان مروان عطيه كان مهم جدا، وده كان واحده من ضمن اخطاء مارسيل كولر في مباراه سان داونز. وجود احمد جندوزي جنبه هو اللي يقدر يعمل لك عمليه الزياده والتكمله وصناعه اللعب، وفي المركز ده هيدي اكتر، لان ده مركزه الاصلي اللي هو اللي بيكمل جوه ال 18 كبوكس تو بوكس. ماشي. الاثنين الاطراف انا شايف ان بيرسي تاو ماشي بشكل كويس المباراه اللي فاتت، وفي المباراه اللي هي بتبقى الساعه 6 او الساعه 3 بيتعامل كويس مع الافارقه، عنده الخبرات دي. احمد عبد القادر عودته مهمه جدا وبيديك حل في جبهه قويه جدا مع معلول. محمد شريف قدام او كهربا، محمد شريف ماشي برضو بيجيب اجوان كذا. طيب. ماتش في افريقيا بيجيب اجوان وماشي بشكل كويس. طيب هنكمل كلامنا مع احمد ثابت وكريم سعيد وناخد تشكيل ايضا من كريم سعيد من وجهه نظره، ولكن خلينا نطير بسرعه لجروه في الكاميرون ونعرف ايضا اخر اخبار بعثه النادي الاهلي مع زميلنا فاروق صلاح من الكاميرون. يعني فاروق طبعا مره اخرى الحمد لله على السلامه، ويعني لو في اي جديد فيما يخص البعثه، واعتقد انتوا كده وصلتوا الفندق. برحب بيك طبعا يا كابتن اسلام، وبرحب بالدكتور احمد ثابت والاستاذ كريم سعيد. وكان مهم جدا يا كابتن اسلام، يعني مجهودات كبيره جدا، كان مهم ان احنا نكون موجودين مع حضرتك ومع جمهور قناه النادي الاهلي، يعني صوت وصوره. انت عارف احنا في واحد من اصعب الاماكن في القاره الافريقيه جروه، يعني بالتحديد من الاماكن اللي هي صعبه جدا، لكن يعني قلنا ان شاء الله احنا نكون موجودين مع حضرتك ومع قناه النادي الاهلي وكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما اتكلمنا كابتن اسلام في المكالمه التليفونيه مع حضرتك على يعني وصول فريق النادي الاهلي الى مطار جروه، واحنا حاليا موجودين في مقر اقامه الفريق اللي بيبعد عن الفندق عن المطار بخمس دقائق. زي ما اتكلمنا على تفاصيل الرحله، لكن خليني احطك بشكل اكبر بقى في تفاصيل الغدا، لان في بعض الامور اللي تم فيها تعديل. خليني اقول لك ان غدا ان شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر، هيكون في تمام الساعه 11:30 صباحا، ثم هيكون الاجتماع الفني الخاص بالمباراه من قبل يعني مسؤول النادي الاهلي ومسؤول القطن الكاميروني ايضا ومراقب والمنسق العام للمباراه لتحديد الامور وتحديد الزي الخاص بكل فريق. النادي الاهلي هيؤدي تدريبه في تمام الساعه 5 هنا بتوقيت الكاميرون، 6 بتوقيت القاهره، التدريب الاول على ملعب جروه اللي هيستضيف احداث اللقاء. زي ما كلمت حضرتك ان سريعا تم تسكين اللاعبين في الغرف، زي ما اتكلمنا برضو يعني الكلام الدكتور احمد ثابت على بعض العناصر وبعض اللاعبين، ده اللي احنا لمسناه من يعني من تدريب الفريق الاخير في بريتوريا، حاله يعني زي ما قلنا الحماس اللي عند اللاعبين ووجود بعض العناصر طبعا اللي يعني في استمرار في المستوى الجيد والتالق. نشوف بيرسي تاو بيواصل التالق، محمود عبد المنعم، كهربا، شريف، محمد مجد قفشه، علي معلول، مروان ديانج، مش عايز استثني احد اللاعبين، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ورامي ربيعه، ومحمد اشرف، رأفت خليل، كافه اللاعبين، طاهر، محمد طاهر، يعني انا مش عايز استثني حد، يعني الى جانب طبعا حراس المرمى محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي، وعلي لطفي، وحمزه علاء، ومصطفى شوبير. عايز اقول لك القندوسي ايضا يعني اللي يعني دور كبير جدا شفناه مع وصولنا للمطار بقى، يعني قندوسي ان شاء الله احد يكون من العناصر المهمه في هذه المباراه. الحماس اللي موجود عند اللاعبين ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوفه في ارض الملعب باذن الله كابتن اسلام، ولاعيبه النادي الاهلي يكونوا قادرين طبعا على يعني تحقيق 3 نقاط في هذه المباراه. زي ما قلنا اللعيبه خلاص
كل لعيب في غرفته، التسكين تم والامور تمت. ان شاء الله هننتظر طبعا بقى تفاصيل اليوم غدا باذن الله، هيكون تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم يكون المؤتمر الصحفي زي ما قلت لحضرتك 11:30، وجبه الغداء تكون في تمام الساعه 2 ظهرا، تدريب النادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 5، التوقيتات دي بتوقيت الكاميرون يا كابتن اسلام، ثم يكون في محاضره فنيه لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30، ثم وجبه العشاء تكون في تمام الساعه 8. دي كل الكواليس الخاصه بكواليس اليوم يا كابتن اسلام غدا باذن الله. انا طبعا موجود معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار او اي تساؤل. هل من يعني او من اللي انت شايفه من التمرين، انا عايز حتى تقول لي اه ولا لا يعني، لان انا عارف ان مثل هذه الامور، لكن هل في شكل تشكيل معين للفرقه وبقى واضح ولا لسه؟ يعني تقدر تقول لي يا كابتن اسلام في ممكن بعض يبقى في بعض التغيير او تعديل في التشكيل او المراكز مختلفه طبعا عن مباراه ماميلودي سان داونز. انا شايف بشكل متميز جدا، وواحد من الاهلي وعدوده جدا ايضا بيظهر بشكل مميز جدا، تعديلات من في النادي الاهلي ممكن يبقى في اختلاف في 3-4 مراكز عن مباراه ماميلودي سان داونز باذن الله. لكن خليني اقول لك ان اي 11 لاعب في الملعب ان شاء الله هيكونوا على قدر اللعيبه كلها كانت يعني بتضع مستر مارسيل كولر في حيره اختيار 11 لاعب. جدا يا كابتن اسلام يعني خليني برضو ان انا اقول لحضرتك مهم جدا عند اللاعبين، اي لاعب عايز سواء مباراه ماميلودي سان داونز او اللي ما شاركش في المباراه، اللعيبه عندهم دافع ان كلهم عايزين يصالحوا جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله. لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه في هذه المباراه، واي 11 لاعب يا كابتن اسلام هيرتدي قميص النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا قادرين على تاديه المهمه باذن الله. عموما يعني انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق على تواجدك وعلى حرصك الدائم على نقل كل اخبار او نقل ما هو متاح لكل اخبار بعثه النادي الاهلي من خلال وجودك في جروه. الحمد لله على السلامه مره اخرى، وغدا ان شاء الله تقول لكل اللاعبين ان كل اهلاويه في كل مكان في العالم بينتظروا هذه المباراه يعني بشغف كبير جدا 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 جدا، وننتظر أن يبدأ الاعتذار والمصالحة من هذه مصالحة مع الجمهور طبعا من خلال هذه المباراة. شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح من جروة. كريم، نروح للتشكيل المفضل ليا، يعني أنا شايفه مناسب للمباراة. ربما كنا بنتكلم واتسون داونز كنا محتاجين نلعب بثلاث لاعبين يعني يمتلكوا أمور دفاعية أكثر من هجومية، لكن أنا أشوف المباراة القادمة احنا محتاجين نرجع لطريقه 4-2-3-1 ونلعب ببلاي ميكر. واعتقد لو استعرضنا التشكيل الثاني اللي من وجهه نظري حطيته، انا بشوف طبعا متفق جدا 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 مع ثابت في عمليه استمرار محمد الشناوي، وانا مش من نوعيه خصوصا الحارس لما يغلط انت تبعده، دي دي, دي دي واحده من النقط انا بشوفها السلبيه في اداره اللاعبين. خط الدفاع يستمر بثنائيه ياسر ابراهيم حق عبد المنعم، علي معلول وخالد فتاح يخش مكان محمد هاني في مركز الباك اليمين، ألي ديانج ومروان عطيه وهم ثنائي خط الوسط، واحمد القندوسي ياخد تعليمات ان هو بلاي ميكر، بلاي ميكر صريح واضح ملوش دعوه خالص بنص الملعب. برده خلينا كده بصراحه كابتن اسلام، اكيد النادي القطن طبعا بنحترمه كل شيء، لكن مستوى اللعب والفنيات ومستوى الافراد مختلفين تماما عن طبعًا فريق سان داونز. وفي الثلاثي الهجومي متفق جدا مع فاروق ان انا اشوف ان حسين الشحات بعد الحمد لله شفائه وعودته من الاصابه يبقى اساسي في مركز الباك الجناح الهجومي الايمن اللي هو كان مقدم فيه بشكل كويس جدا قبل الاصابه. ما زلت مؤمن ان كهربا هو افضل راس حربه للنادي الاهلي في الوقت الحالي، هو لازم يبدا، ما ينفعش يبدا في الدكه، لا لازم يبدا ويستمر بيرسي تاو. عارف انا رايي ايه؟ نعم، بيرسي تاو يلعب هو وحسين الشحات، سوري يعني حسين الشحات ناحيه اليمين واحمد عبد القادر ناحيه الشمال وبيرسي تاو راس حربه. فولس مهاجم وهمي يعني؟ مهاجم وهمي والعب الاثنين اللي في وسط الملعب، ما العبش باليو ديانج برضه، العب ب مروان وممكن حمدي فتحي مثلا او مروان وحمدي فتحي، وقدامهم يبقى قفش. اوكي، فيا اخي هو عنده حلول كتير يعني، هو عنده حلول ميزه كتير النادي الاهلي ان هو عنده الكثير والكثير من الحلول. بس نقطه اخيره بس اللي انا عايز اقولها
في انا محترم تماما تماما فكره مارسيل كولر عن الروتيشن، ولكن برضو يجب تثبيت بقى نظر لشيء في موضوع الروتيشن. موضوع الروتيشن ايوه انت بتريح لاعبين وبتدور اللعيبه بشكل انك تدي راحه لبعض اللاعبين، ولكن في وجهه نظري لازم تاخد بالك ربما في بعض الاحيان موضوع الروتيشن يناقض سياسة العدل داخل الفريق، من حيث اللي بيتألق بيحتاج ان هو يلعب، واللي لحد ما قدمش اللي مطلوب منه محتاج ان هو يريح. دي النقطة على مر العصور، على مر العصور مبدأ من مبادئ الرياضة بشكل عام، ودي نقطة. والعدل في اعطاء مساحة اللعب للاعبين جزء من نجاح الفريق. ايوه انا بحترم الروتيشن، ولكن بما لا يخل مع مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بناء على المجهود. يعني اللي يتعب هو اللي ياخد، لان ربما في وجهة نظري مثلا كهربا منذ عودته هو افضل من لعب في مركز المهاجم الصريح. ما ينفعش يجيب اهداف وبعد كده الاقيه في مباراتين او ثلاثه اخيرا وبسرعه جدا البطل. اخطر الناس الموجوده في القطن، اخطر لاعب هم طبعا هم فريق كله شباب. هو القطن الكاميروني بيصدر اللعيبه، عامل زي مثلا اياكس الهولند كده، بيجيب لعيبه صغيره وبيصدرها في افريقيا او في اوروبا بحيث ان هم يبيعوا ويكسبوا فلوس. معانا صوره اخطر لاعب فيهم اللي هو واسو رقم 7، ده اللي مسجل هدفين، ده اهم لاعب عندهم في الفرقه، وده اللعيب اللي هو اللي قدامنا ده اخذ احسن لاعب في الدوري الكاميروني السنه اللي فاتت، ولعيب مميز اللي هو رقم 7، بيلعب دايما في المساحه اللي في ظهر علي معلول. عشان كده انا محتاج في المباراه دي ان انا امن ظهر علي معلول واخلي بالي جدا من الضربات الثابته في المباراه دي. هم يمكن بعض الارقام ليهم في يعني في المباريات اللي على ملعبهم قدام الهلال السوداني هم بيفقدوا الاستحواذ سواء قدام الهلال او قدام صن داونز، لكن فريق نوعا ما بنقول ان هو بيلعب اسلوب اللعب المباشر وعشوائي، فالفريق العشوائي ده بيعمل محاولات كتير، فتخلي بالك دايما من المحاولات الكتير. يعني هم قدام الهلال عملوا 12 محاوله منهم 5 صح، قدام صن داونز عملوا 11 محاوله منهم 3 صح. ففريق بيروح يعني اكتر من 10 محاولات في كل ماتش، ففريق بيروح على الجون كتير. لازم بس نخلي بالنا من واسو اللي هو بيتحرك في ظهر معلول. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه، المباراه مهمه جدا 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 الكل ينتظرها. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا معنا. وبالتوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله الفرصه تيجي لنا باذن الله الاسبوع يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.